بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. عندما تطل الأفاعي لا تأمن من اللدغات. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس والحلقة 810 من ملك وكتابة. حلقة جاية في توقيت مهم، لكن المهندس عدلي بيشاور فيها لأفاعي خير. شوف المناخ، الفترة آخر 10 أيام. آه. يعني هو أصلاً المناخ ما كانش مناخ يعني هادئ أو مساعد أو عادل بطبيعته. ولكن تطل عليك بعض الوجوه صاحبة البصمات السابقة في توجيه المسابقات الآن وفي هذا التوقيت بمجرد ما بدأ يلوح في الأفق أن الأهلي قد يستقر وقد يبتعد. مع توقيت مطالبات بإقالة فلان بالتحكيم وعلان مش عارف إيه والتعديلات، ويبتدي الاستوديوهات تستضيف نفس الوجوه اللي هي يعني إحنا ماشيين في ديلما يا أستاذ إبراهيم مش هنخرج منه. وأنا استشعرت إن يعني لما تيجي الاهلي والزمالك مسح يلعبوا مين عنده انذارات ومين مهدد؟ كل الناس قالت عمليه تمثيل ولا اوضح من زيزو ولا اوضح، وما فيش كارت لانه كان سيغيب عن لقاء لو خد انذار الاهلي لو خد انذار. في المقابل يترفع الانذار في وسط هرج ومرج، والراجل جاي من بعيد ساب الدنيا كلها وراح متوجه له مديله الانذار عشان ده اللي عنده انذاريه. طبعا احنا هنتكلم في المساله دي، بس يسبقها ايه بقى؟ ناس تطلع تتكلم وتهاجم ومتصوره ان ممكن يبقى لها دور جديد او هي مدفوعه في التوقيت ده عشان يبقى لها دور جديد. يا اخوانا والله العظيم ثلاثه الانسان هنرمي الفوطه في امكانيه اصلاح جو كره القدم، لان احنا ماشيين بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب وكان الامر لا يعنينا وكاننا نرى العالم حولنا. انت عامل فقره النهارده لوحدها نتعلم بتعلم، وكنا عاملين فقره مش هنلحق ناخدها غالبا او هنلحق يعني توقفوا امام كلام فيتوريا، حد يناقشه حاجه تضحكك. ما سمعتش ان حد ناقش الكلام ده، ناقش اسبابه ناقشه بموضوعيه وحلله. ده بيشاور ان المستقبل مظلم لكره القدم المصريه. راجل جاي بيقول لي هتكلم بصراحه ويشعر باحباط شديد من كل العناصر، وذكر العناصر وذكر روشيتا، يعني مش راجل بيتحدث عبثا. يعني اذا كان الراجل ده مش هيعمل حاجة في الكرة المصرية غير انه ينبهنا الى مكامن الخلل ووسائل الاصلاح، يبقى يستحق التواجد. مش هكلمه بقى على نتائج الفريق القومي لان الموضوع اعمق وابعد بكتير. احنا منشغلين في ذاتنا قوي 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 يا استاذ ابراهيم قوي، وعمالين نسوق اصل انا كنت عامل فقرة انا غيرتها، لان الماتش النهارده طبعا فرض نفسه. لا انا متفاهم غضب الناس، مؤكد الناس مش غضبانه من الاداء والنتائج، لان هم عارفين ان دي نتائج قابله لان تحدث يعني، ولكن الغضب طال الجميع. هو النهارده ايه كل ما يحصل حاجه الاداره واللعيبه والمدرب وهذا لا يمكن يكون الشيء المنطقي. لكن الناس عندها حق ليه؟ هي متوجسه، كان نفسها ان الاهلي يلحق يلم كام بوب عشان يتحمل عمليه التحامل عليه، ولكن التحامل ابتدى بدري. بس ده كلام مهم، ودي الافاعي اللي اشار اليها المهندس عدلي في مستهل الحلقه. هذه ابرز عناوينها. مقالي وما قالوا عندما تصل الامور الى هذا الحد. الغربال درس فرنساوي بس مين يترجم؟ بعض مثل لسانه تعادل غير عادل.
وعن الشموع الحمراء مصطفى بيه أمين، وأسرار الملك سعيد جيرمان، ومجلتنا اليوم ومن 40 سنة. ده محتوى حلقة النهاردة، لكن عايز أقول لكم نتائج الأسبوع، نتائج الأسبوع الـ13. النهاردة غزل المحلة فاز على إنبي 1-0، الأهلي والمصري تعادلوا 0-0، ونتائج امبارح كان سموحة فاز على طلاع الجيش 2-1، والداخلية تعادل مع البنك الأهلي 3-3 وأطيح بالكابتن حلمي طولان من تدريب البنك الأهلي، والاتحاد تعادل مع الزمالك 0-0، وفيوتشر تعادل مع بيراميدز 1-1. يعني أهل القمة أو أهل المقدمة في أسبوع التعادلات، ويبقى الحال على ما هو عليه. الفوز الوحيد للمحل. لا، أنا بتكلم على أهل المقدمة. الأسبوع ده كل الفرق تعادلت تقريبا. مش كده ولا ايه؟ لا، سموحة كسب طلائع الجيش. سموحة والمحل. انما كل على رأيك كل المتنافسين على القمة، وكأن الأسبوع لم يلعب. بكرة في 3 ماتشات، أسوان مع حرس الحدود، فاركو مع سيراميكا كليوباترا، والإسماعيلي مع المقاولين. دي أجندة هذا الأسبوع. بكرة كمان الساعة 1 الظهر قرعة كأس العالم للأندية في الرباط. البطولة هتبدأ إن شاء الله تعالى 1 فبراير، الأهلي مع أوكلاند سيتي في المباراة الدور التمهيدي. لكن بكرة كمان في حاجتين يخصوا أعضاء النادي الأهلي. فرع النادي الأهلي في مدينة نصر الجمعة هيشهد خطوة مهمة في تفعيل الشراكة بين النادي وشركة إيدم للخدمات الطبية، من خلال افتتاح مقر للشركة بفرع النادي في مدينة نصر للتعريف بالاتفاقية الموقعة بين الجانبين، واللي هتستمر لمدة 4 سنوات لتقديم خدمات طبية لأعضاء النادي. بكرة إن شاء الله مؤتمر للتعريف بهذه الشراكة، والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي كان أكد أنه مشروع الرعاية الصحية اللي تم الاتفاق عليه مع شركة إيدم للخدمات الطبية يليق بأعضاء النادي في ظل كونها واحدة من الشركات الكبرى في هذا المجال. ده في الشأن الطبي للأعضاء. في الشأن الرياضي، بكرة في المؤتمر الصحفي مع السفارة الهولندية لتدشين مشروع إعداد وتنمية المواهب في النشاط الرياضي من سن 4 إلى 16 سنة. إيه الفكرة؟ الفكرة دي إن هو برنامج للقياسات البدنية والنفسية، و يعني يقول لك هل الشخص ده أولا ينفع يلعب رياضة؟ طب لو ينفع يلعب رياضة، هل اختار الرياضة اللي بتناسبه ولا الأفضل له طبقا للقياسات يلعب كذا؟ ولو عايز يلعب رياضة يتعامل نفسيا ازاي مع التحديات؟ وبرنامج مهم، ولكنه في إطار النشاط الرياضي. ويدير هذا البرنامج الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي السابق. أنا قعدت معاهم عشان أشوف جدوى هذا البرنامج يمكن الاستفادة منه ازاي في كرة القدم. لأنه مهم جدا أنك تبدأ سليم من تحت، وده برنامج قوي ومطبق في هولندا. وحقق بعض النتائج الجيدة يعني. وهنشوف، هنستنى شوية كده ونشوف اتطبق ازاي وإيجابياته ايه، وإذا كان ليه سلبيات ولا ملوش سلبيات. وبعدين طبعا إذا ثبت جدواه مؤكد هنستفيد منه أيضا في كرة القدم. ده كلام مهم جدا في حلقة فيها تفاصيل كتيرة، تبقى ضربة البداية. مقالي ومقاله عندما تصل الأمور إلى هذا الحد. اللي هو إيه؟ الناس طفعة بيها الكيل. في دعوات بقى لها فترة. من فترة قريبة، وزادت طبعا بعد التعادل بتاع النهارده. ده طبيعي انك انت وانت متضايق بقى هتبتدي تقلب على الكل. فبقى الحوار هو الادب ينفع في الزمن ده ولا ما ينفعش؟ وهو الاحسن يبقى ننهج نهج اسلوب الضغط والبلطجة
عشان ناخد حقوقنا ولا؟ وتعدى الأمر من التساؤل إلى المطالبة. اعمل كده. خطورة الوضع ده مش بس إنه بيضغط إنك تغير نهجك وتخرج بره الإطار الرياضي والشخصية السوية، لكن إنه أصبح الإيمان بأن الحق يأتي بأي أسلوب غير الأسلوب إنك تروح تلجأ إلى جهات الاختصاص وتشتكي وتثبت بما لا يدع مجال للشك حقوقك، حتى لو أخذت أحكام لا تطبق. فأصبح الأمر طب البديل إيه؟ إذا كان الأسلوب ده هو اللي جايب لك حقك، إما تعمل كده يا تشوف حد غيرك يعمل كده. وضع خطر، لأنه بيؤثر على سلوك جيل. إنك تلاقي ناس تقول لك إحنا خلاص الأدب مش نافع. الموضوع أعمق من كرة القدم والله. الموضوع بيصل إلى إنك بتدي القدوة المختلفة لأجيال قادمة. هتطلع متربية كده مقتنعة بكده. أيوه. إذا كان الأهلي يناضل وحده ضد هذا التيار، بس هو فيه طاقة، لأن حتى اللي بيناضل كده هو نفسه هيبقى محدش هيتحمله. وأنت لسه كنت بتقول لي أصبح نموذج كابتن صالح سليم وكأنه نموذج ضاغط على الأهلي. بس أنا بقول لك لو كابتن صالح سليم النهارده موجود، الله أعلم كان يعمل إيه وكان يتعامل معاه إيه في هذا المناخ يعني. الموضوع فاق كل حدود التلميح والشغل من تحت لتحت. بقى مكشوف. انت هتعدي؟ لا، ده انا جايب لك اللي عطلك. في حد في الدنيا يا راجل يروح يجيب حكم للاهلي والمصري في مباراه مصيريه هتحدد الكثير من الامور، ومباراه اصبحت من الدربيات الكبرى، يعني اصبحت مباراه قمه من القمم طول عمرها مع الاسماعيلي مع الاتحاد مع الانديه الشعبيه، دي مباريات ما فيهاش هزار. فلما تيجي في توقيت معين ويظهر لك الناس المعينين ويطلوا ويهاجموا التحكيم وهم كانوا مسؤولين عن هذا السوء اللي احنا فيه، تفاجأ يتعين لك حكم اول مره حكم للاهلي ومن منطقه القناه اللي فيها طرف المباراه الاخرى وليس مصنفا ولا في القائمة الدولية، وتشوفه هو مبوز ومتحامل طول الوقت، وتشوفه هو بيضيع الوقت مع اللعيبة اللي بتضيع الوقت، ابتسم بس في الصورة الأولى، لكن تشوفه في نهاية المباراة وهو يتربص بلعيبة الأهلي وعمال لحد ما عتر في ضلته في أول واحد عرف إنه عنده إنذارين راح مديله، ما اداش للي قبليه ولا اللي بعديه. طيب شأن التحكيم إحنا كل ما يتعلق بالمباراة هنناقشه، لكن انت كنت بتتكلم على لما الامر يصل الى الناس تطالب انه الادب ما عادش نافع. طبعا. مش ما عادش وما عادش نافع انك تبقى مؤدب. لو انت مؤدب شوف حد غيرك مش مؤدب. انت مهما قلت النهارده للناس اللي المطالبات الرسميه من الوزاره وغيرها من نبذ التعصب، لما توصل كلام فارغ مش عارفين لا سيبك من انه كلام فارغ دلوقتي. مش عارفين يحللوا. هو الناس لما تصل الى هذه الحاله ويطالبك انك تخرج عن الاطار السلوك الرياضي، بتطالب جمهور بعدم التعصب وانت اللي بتزكيه بكل التعصب برضو، انت اللي ساكت على كل النبي عشان شرايين التعصب. خلي بالك الموضوع اعمق من كده. في ايه تاني؟ ان انت مش عارف تحلل ان الجمهور اصبح مش طايق انك تقول له كلام يهديه. مش انت هتحارب التعصب ازاي؟ انك تقول له لا ما يصحش والروح الرياضيه وبتاع، هيقول لك طب وانت بتعمل ايه في ازاء؟ العكس، ما بتعملش حاجه. طب لما تلاقي ان العكس بيجيب بعض الحقوق وانا بلجأ لك يا مسؤول عشان اخد حقوقي، ابص الاقيك يعني بس تكلمني بطريقه نظريه. انت يا وزير الشباب تاني من غير ما تزعل مننا بقى، يعني هو ده وضع بيزعل. هو ده وضع يقبل؟ هو ده وضع يقبل انك نوصل الناس انها تقول اذا كان يا اهلي اسلوبك ده مش نافع شوفوا حد يتماشى مع اسلوب العصر؟
الله. طب ما انت التعصب نتيجه انك مش عارف اخد حقي، مش عارف اخد حقي. لا مش عارف اخد حقي، مش عشان انا ضعيف، عشان المناخ ملوث بكل اسباب البلطجه. ما هو انت دلوقتي في المناخ ده هذا ينظر عليه وكانه ضعف، لان انت الحقيقه انت بتروح للوسائل المنطقيه والشرعيه، واي ناس عاقله تعمله، بتروح احيانا للقضاء والقضاء يحكم لك، لا تحصل على شيء على ارض الواقع، لا تنفذ الاحكام على ارض الواقع، والوزير يقابل اللي عليهم احكام ويتعامل معهم عادي عادي ويبتسم عادي، بالعكس قد يلبي لهم طلبات ما حصل كده يعني خلاص بقى بصراحه يعني يعني وصلنا الى مستوى نقول لكم طب خليكم انتوا اصحاب المسؤوليه شوفوا حللوا الوضع، اقروا اللي بيتكتب، لان كلامنا قد يتحول الى عدم تاثير، الكلام المنطقي الهادئ اللي فيه روح رياضيه قد لا يؤثر النهارده، يعني ناس تراكه انت بتتكلم كده ليه وانت مش شايف اللي حواليك بيحصل ايه؟ عايز تلغي التعصب اضبط الاداء، اضبط يا المجلس الاعلى للاعلام، اضبط الاداء ببساطه شديده جدا، عاقب الانسان اللي بيخرج على القانون، احترم سياده القانون. بنقوله. ده اللي بنقوله، احترم القانون ونفذه يا سيدي، ده اللي بنقوله. الله، اضبط هو ضبط الاداء يعني ايه؟ يعني طبق القانون، حتى بين للناس لما الجأ لك وامشي صح اوصل لحاجه، مش غيري اللي مش ماشي بالاسلوب ده هو اللي يوصل للي هو عايزه. احنا بننبه لحبنا لهذا الولد الوطن وخوفنا على اولادنا ومستقبلهم، ان يبقى ده النموذج البطل، ان انت النموذج الاخر اللي هو بيقول الروح الرياضيه والخلق الرياضي والفير بلاي وصوره البلد وكيفيه حصولك على حقوقك، تبقى احنا الموضه قديمه. طب موضه قديمه وده الغلط ولا الصح؟ اذا كنا غلط قولوا لنا، يبقى يجي حد يتمشى مع هذا الاسلوب. وعلى فكره مش مساله قنوات ومنابر، يعني اذا كان التصور ان مساله اللي يقال هنا ويقال هنا، مساله مناخ هو الاذاعه، يعني اللي مش هيبان في التلفزيون هيبان في الاذاعه، هيبان في الصحافه، هيبان على السوشيال ميديا اللي اصبحت النهارده التفاعل فيها اهم من كل اللي احنا بنعمله ده. احنا بنحاول نقاوم في التيار على قد ما نقدر، لان دي رساله مش بس ضميرنا هتحاسبنا عليها، الله سبحانه وتعالى هيحاسبنا عليها، لانها بتاذي وبتاذي سلوك وبتطلع حاجات. وما زلنا احنا هنتمسك بهذا وهنشاور على الخطا بالطريقه اللي اتربينا عليها الى ان ياذن الله امرا او يبقى احنا خلاص تجاوزنا الزمن بتاعنا. الله اعلم. نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا اما وان الامور وصلت الى هذا الحد، يبقى نشوف كل واحد يتمسك بعظمة لسانه. تعادل غير عادل. الاهلي والمصري تعادل سلبي في برج العرب غير عادل بالمره. هو 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 غير عادل ليه؟ المساله تملي الناس بتقيسها بالفرص وضربه الجزاء او تسلل او اتلغى لك جون ولا لا. لكن قياده الصفاره في تحقيق العداله مش بس جوه منطقه الجزاء. انت يا استاذ ابراهيم، لما لعيب يسال دمه لما لعيب يسال دمه بالمنظر ده، هو الفار مش يتساءل ايه اللي عوره؟ ممكن تبقى خبطه عاديه، يعني ممكن هو صدام طبيعي خلاص، لكن لما الفار ما يستدعكش وتكتشف وتشوف الدم ما هو الدم عايز تشوف اللقطه، هات اللقطه الاول، هات اللقطه اهي، هات اللقطه ده اتعور ازاي بقى؟ مين اللي قفز على مين؟ هات اللقطه تاني، مين اللي قفز على مين؟ ماشي ماشي، هات اللقطه عشان نشوف الدم ده جه منين. اللقطه البوكس ده مين اللي عوره؟ مين اللي طار وعوره؟ اهو هو راح للجون ولا هو الجون ضربه بوكس في وشه؟ الفار ما سرعهوش والحكم ما صفرش، ايه اوضح من كده يا ناس؟
يا ناس راعوا ضميركم، غير معقول اللي بيحصل ده. ده الفار حتى ما حبش يفهم ايه اللي حصل، مين اللي اندفع على مين. بوكس بوكس اتعور ازاي الراجل ده؟ بوكس منه في ايده في عينه. ايه يعني ايه؟ عايزين ايه بالظبط؟ اتفضل ادي قفشه. بصوا يا جماعه الالتحام. طيب هنا الحكم ما شافش اللاعب ده لما وقع. طب استنى بقى، اللي اكتر من كده من ورا، مين اللي لعب الكوره؟ قفشه. قفشه اهي، يعني يعني الجون ما لعبش الكوره خالص. كوعه اهو في وشه، كوعه في وشه اهو، كوعه في وشه. يا لجنه التحكيم، يا اتحاد الكوره، حرام عليكم اللي بيحصل ده. المسائل ما تبقاش كده، مش بالوضوح ده. وبعدين اخر الماتش بينقي اللعيب اللي يديله الانذار. استنى بس، بصوا يا جماعه، انت كحكم التبست عليك. طب انا البيع اللي في الفار، معلش بقى، لانه الفار شاف دم، الفار شاف دم، هل الدم ده جه من فراغ؟ هو ده مشهد سينما؟ يعني الدم ده ما استوقفش غرفة الفار ان تعمل مراجعة للقطة؟ الدم ده سيبه شوية والنبي، عشان اللي عندهم دم يشوفوا الدم. سيبه شوية، اللي عنده الدم ده اللي على الشاشة، ده في مباراة كورة، ده في مباراة كورة ما اتحسبتش فاول، ده في مباراة كورة الناس اللي ما عندهاش دم ما شافتش الدم. غير معقولة بالمرة الراجل اللي في غرفة الفار شاف الدم ده كله وما رجعش اللعبة. طب يديني تفسير الدم ده جه منين؟ اوكي مش فاول، الدم ده مصدره ايه؟ عارف لو قفشة اللي نط على انما ده الجون طاير في مواجهته وما لعبش الكوره. اديني تفسير يعني الدم بتاع قفشه ده جه منين؟ عبد العزيز بيه السيد اللي قاعد على الفار، هتروح تنام عادي كده؟ هتواجه اولادك تقول لهم اي والله انا شفتها وما رضيتش انبه؟ هتقول ايه؟ كان زمان يتقال على اي حكم مش عايز يصفر يقول لك هو مش هيصفر الا لما يشوف دم. طب ما هو شاف دم، ما هو شاف دم بجد. لا بس قفشه بيمثل، يعني الدم ده مصدره ايه؟ لو ما حصلش الالتحام بالعنف ده والضربه ديت، الدم ده جه منين؟ وانت كمان اصلا ما حصلش ان انت لا رجعت الفار ولا الحكم. ايد اللعيب خبطه في وش قفشه، هو اللي لعب الكوره. يعني مش ممكن يا اخوانا، حرام عليكم، اتقوا الله. هتزعلوا وتقولوا ان احنا اللي بنتجاوز، لا مش معقولة انك يعني تبقى انت الجاني واللي يقول اي هو اللي غلطان. طبعا استوديوهات انت عارف الناس ايه اللي مضايقها؟ خايفة من السيناريو ده. ما هي لما يبقوا شايفين ان التحكيم عامل ايه معاك، وشوف تضيع الوقت ماشي معاك ازاي، وشوف ايه اللي حصل. ده الولد الجون اتكسف من نفسه، اضطر يعترف على تضييع الوقت. هيجي. انت بتتكلم يا ابراهيم ان الناس يعني خلاص وصلت. طب هقول لك ايه، يعني دي مرحله يمكن السكوت عليها، يمكن السكوت عليها لما نصل الى هذا الحد. يا استاذ ابراهيم انت هتجيب لنا حاجه انا هعلق عليها بعد كده، هربطها بالاحداث اللي احنا بنشوفها عندنا. طيب يعني بصوا، لا فار راجع ولا حكم انتبه، يعني فقط اكتفوا انه اولا قفشه اللي لعب الكوره. طيب التاني ايده كملت في وش قفشه، جاب الدم بهذا الشكل. نفسي اعرف بس الراجل عبد العزيز السيد في غرفه الفار شاف دي. اولا فكره الحكم بقى، لانه بصراحه لما لجنه التحكيم، اللجنه لما الكابتن احمد ابو العلا والكابتن توفيق السيد اللي بيعينوا الحكام، على فكره يا ابراهيم، واحمد ابو العلا ابعد علشان التدخلات والايماءات والاملاءات والتليفونات اللي بتجيله اللي بينفذ بيها المطلوب، ابعد اسبوع واحد. وحصل الضغط عشان يرجع احمد ابو العلا يعين الحكام تاني، فتكون النتيجه انه بعد ما الزمالك اتعادل امبارح، لا لازم نفرمل الاهلي باي شكل. الشكل ازاي؟ الراجل الحكم ما حصلش ابدا انه حكم اي مباراه للاهلي. انتوا متخيلين؟ يعني الاهلي والمصري مباراه متوتره،
مباراه ليها سوابق كتيره، مباراه اصلا ملعوبه في برج العرب لاسباب كتيره. ما دخلش ابدا في ذهن اي مسؤول على اللجنه ان انت تجيب لها حكم دولي. فلما تجيب حكم وليد عبد الرازق من منطقه الاسماعيليه، يعني هو الراجل من الاسماعيليه، تجيبه لمباراه لفريق بورسعيدي على سوابق كل اللي حصل، هل ده اختيار فيه بتعريفه سنس ولا سياسه ولا مسؤوليه؟ في توجيه، ده اختيار نموذجي للمطلوب. اولا ان للمطلوب، ثانيا لما يحصل مشاكل كما هم عارفين ان هيحصل مشاكل منه، يمكن بهدوء جدا الاطاحه بيه، محدش يحس. طيب، تفسيرات كتيرة للي حصل ده عموما مش هنفتي. ومعانا على الهاتف الكابتن ناصر عباس المحلل التحكيمي. كابتن ناصر مساء الخير. مساء الخير عليك يا ابراهيم بيه، وتحياتي لحضرتك وتحياتي لعادل بيه وكل جماهير النادي الاهلي المتابعه للبرنامج. كابتن انا عايز تفسير، امتى ممكن الحكم يشوف دم في ارض الملعب وما يسالش عن سببه؟ هل ده منطق؟ خلينا نتكلم يا ابراهيم بيه في البدايه. البدايه الخاطئه دايما النتائج بتاعتها بتبقى خاطئه. انا النهارده 25 سنه حكم دولي وقدرت اكثر مباراه صعوبه اللي هي مباراه القمه الكبيره، واشتغلت 8 سنين او 7 سنين في لجنه فنيه مسؤول عن الفنيات للحكام. هذه المباراه النادي الاهلي او المصري او الاهلي والاسماعيلي دائما وابدا انا كلجنه التعيين انا بحملها مسؤوليه اولا في تعيين الحكم وليد عبد الرازق. دي نمره واحد، لان انا النهارده هذه المباراه محتاجه حكم دولي له خبرات، حكم دولي لعب هذه المباريات، حس بضغوطها، يقدر ازاي يتعامل مع هذه المباريات الكبيره. انا النهارده يعني مع احترامي لوليد، ووليد حكم من الدرجه الاولى من منطقه الاسماعيليه، ويقد يكون وليد النهارده ظلم في تعيينه في هذه المباراه يا ابراهيم. ظلم تماما، وانا بقول بحمل مسؤوليه تعيين هذه المباراه للجنه الحكام. كان عندنا محمود البنا موجود، كان عندنا محمد الحنفي موجود، احمد الغندور موجود، اكثر من حكم دولي يدير هذه المباراه. النتيجه ان دي مباراه تندرج تحت صعوبه عاليه جدا جدا جدا. وبناء عليه النهارده شفنا اكثر من حاله ابراهيم بيه، بدايه من حاله قفشه. وانا هسال سؤال، هل الحكم في هذه الحاله يعني يقدر يقدر تفاصيل هذه اللعبه؟ هذه صعبه على الحكم ان هو يقدر تفاصيل من الذي نجح في لعب الكره؟ من الذي ارتكب المخالفه؟ هذه حاله من الحالات الصعبه، عشان كده عملنا الفار يا ابراهيم بيه. السؤال هنا اللي انا شايفه بامانه ان هنا قفشه نجح في لعب الكره، وهو وصل للكوره قبل الايد حارس مرمى المصري محمود كامل. طب انا النهارده حتى لو انا ما حسبتش كحكم وخبراتك التحكيميه رحت شفت دم موجود على اللاعب، هذا الدم انا بسال نفسي سؤال، يعني هل اللاعب هو اللي عور نفسه؟ هل اللاعب هو اللي اصاب نفسه؟ اكيد في تدخل، في مخالفه تمت، وهنا بنقول ان هنا في تدخل بالايد في وجه قفشه. كان يجب على الحكم عبد العزيز السيد حكم تقنيه الفيديو، لان هنا وليد لم يشاهد التفاصيل كامله في هذه الحاله، ما شافش تفاصيل غير ان هو شاف الكره بتتحرك، ما شافش مين لعب، ما شافش الايد راحت فين. كان يجب على حكم تقنيه الفار ادعاء الحكم، وهو هنا يجي يقدر اللعب وياخد القرار الصحيح في هذه الحاله. لأن انا بقول من وجهه نظري هناك ركله جزاء صحيحه لم تحتسب لقفشه نتيجه مخالفه اليد الواضحه في وجه قفشه. دي واضحه، وكان على عبد العزيز السيد يستدعيه حتما. لابد ان هو كان، لان دي حاله من الحالات ان الحكم هو بياخد القرار فيها يا ابراهيم بيه. وانا قلت ليه الحكم يجي يشوف ليه؟ لان في الملعب صعب قوي على اي حكم يشوف التفاصيل الواضحه اللي احنا شفناها في اللقطه اللي احنا شايفينها دي. وبالتالي هو الفار اتعمل ليه؟ الفار اتعمل عشان يوضح للحكم الحالات اللي هو في الملعب ما بيشوفهاش بشكل كويس. الفار اتعمل عشان هو يروح يشوف ويأكد وياخد القرار في هذه الحاله، اللي انا بقول حاله من الحالات اللي كان يجب استدعاء الحكم ليه. ما انا مختلف معاك يا كابتن ناصر، الحكم قدام الواقع تماما وراها بوضوح، ومن الزاويه اللي من ناحيته الكوره موجوده، هو كان يعني يمكن يأمل ان شريف يجيبها جون ويخلصه من المأزق ده، لكن ده ايد وكوع وفيلم كبير يا كابتن ناصر،
مش عايز اعفي الحكم، ولكن المسؤوليه الاكبر بالتاكيد تقع على الفار، اللي الناس كلها عماله تقول لك الفار الفار. ما هو طبعا الفار بالطريقه دي ما هو اللي بيدي البطولات مؤكد. انا هدي مثال لحضرتك ريم بيه. بالنسبه لهذه الحالات في الدوري الانجليزي، هذه الحاله حدثت بالفعل في الدوري الانجليزي، اللاعب المنافس استخدم الكوع في وجه لاعب المنافس. هنا الحكم اشار باحتساب المخالفه فقط ولم يشهر البطاقه الصفراء او الحمراء. عندما ذهب للاعب اللي هو فقط، فوجئ ان اللاعب اللي هو يعني اتعاملت معاه المخالفه ان نفس الحاله بتاعت قفشه، ان هنا في دم حدث نتيجه المخالفه على الفار. هو ما استناش الفار، هو اشهر البطاقه الحمراء فورا لما شاف ان الدم على اللاعب. هو اوتوماتيكلي لابد ان الحكم هنا كان حتى على الاقل لما يعرف السبب في دم هنا، اكيد اكيد في سبب حصل. وبالتالي حتى لو الفار ما استدعكش يا وليد، انت معاك الكوميونيكيشن سيستم. يا عبد العزيز من فضلك شيك على اللعبه من كل الزوايا وشوف لي مين نجح في لعب الكره الاول. يا كابتن ناصر، انا عايز الفت النظر في اللعبه دي بالذات. يعني لو الكره عرضيه وقفشه في السكس يارد وناطت مع اللاعب، ممكن يحصل التباس انهم خبطوا في بعض نتيجه يعني نقعد نتكلم. لكن ده قفشه على نقطه البينالتي اريا والجون طاير عليه، طاير يعني ما فيش حاجه تدعو الى الاحتكاك خالص. بالظبط يا كابتن ابراهيم، وانا اقول هنا حاجه مهمه جدا. فيعني هو اصل دي، تعرف الواقعه دي مستفزه الواحد في ايه؟ أو بعد حتى نقطة الجزاء. أيوه. يعني مسألة يعني أنا إبراهيم بيه، أنا بس بسأل السؤال يا عدلي بيه، هو مين راح على مين يعني؟ ما ده اللي أنا بقوله. خلينا نروح نجيب الحالة كده تاني بعد إذنك ونشوف إن قفشة هو أقرب للعبة. هنا بنشوف إن حارس المرمى انتقل من 6 ياردة وطار عليه. راح، وهو اللي راح على قفشة. إذن هنا هنشوف هنا الحارس هو اللي رايح هنا، هو اللي رايح هنا. خلي بالك يعني يا كابتن ناصر، الحكم ده تقول لي ما صعب عليه، صعب عليه في ايه؟ على فكره هو عمودي على اللعبه بالظبط. عمودي ده هو يعني هم الاراده ان ما تحسبش حاجه للنادي الاهلي، دي اراده. في حاله ابراهيم بيه لما الحكم حتى لبس عليه الموقف، هو مش متاكد قوي. طب ما انت عندك تقنيه، في النهايه شاف النتيجه. استعين بتقنيه الفار وروح شوف بقى الحاله وشوف مين اللي ناجح في لعب الكره وشوف مين اللي جه على مين. ده لو كان عايز يحقق العداله يا كابتن ناصر، لكن في دماغه هو جاي متبرمج على حاجه تانية. لا ده انا هروح لحاجات تانية يا ابراهيم بيه، يا عدل بيه، في حاجات تانية. وعلى فكره اللي مخليني يعني بقول الكلام ده بهذه الثقه، واول مره في حياتي تتقال كده، ان الوقت البدل من ضائع في اخر المباراه كشفوا تماما. لا هو موضوع بقى الوقت بقى، يعني احنا لو يعني يا ريت لو عندنا في حاله الوقت الضايع. وانا بس عاوز اوجه رساله لجلاتنبرج ولحكم المباراه، لو تسمح لي بس، يعني لو في اللقطه بتاعه محمود جاد هي من كره ثابته نشوفها بقى، ونشوف الحارس هنا عمل ايه، ونشوف الحكم تصرفه كان ازاي. انت بتتكلم على الوقت بدل بنضاع عشان المخرج يربط معاك بس. بالظبط، احنا بنتكلم في نهايه المباراه، هناك كره ثابته للنادي الاهلي، هناك كره ثابته للنادي الاهلي بتلعب هنا. حارس المرمى واقف لوحده تماما يا استاذ ابراهيم. وبعدين فوجئنا ان الحارس فقط لوحده. سؤال سؤال هنا، يعني انا كحكم اهي انا كحكم النهارده هنا نشوف هنا الحاله دي مهمه قوي. بص والنبي ايه اللي حصل؟ على فكره الراجل لوحده خالص. على فكره دي كانت في الدقيقه 93 وشويه. انا بقى يعني شوف بقى رجع امتى. هنربط بقى ابراهيم بيه بعد اذنك. انت اديت 6 دقايق وقت ضايع يا كابتن وليد. واحده واحده بس نيجي ونشوف. انت هنا كره ثابته اللعب وقف، ثم اتجهت لحارس المرمى. طب انا عاوز يعني اديني تفسير لاحد اعضاء الجهاز الفني اللي موجودين داخل ميدان اللعب. النهارده انت بتدي الكاب ساعه بحيث انذار، اوكي، والاداري جوه الملعب. سعفان جوه الملعب احد اعضاء ده. سعفان هو اللي بيشاور للجون بتاعه وقع راح واقع. بالظبط كده، طبقا للقانون هذا المنظر ابدا المفروض يعني ده مش بس سعفان، يعني هنشوف المنطقه الفنيه هنا وحسام ابراهيم طول الوقت.
اكتر من لاعب الاجهزه الفنيه او اكتر من اعضاء الاجهزه موجودين خارج المنطقه الفنيه. مين السيطره على المنطقه الفنيه؟ دي نمره واحد. نمره اثنين، انا النهارده طبقا للقانون في انضباط المنطقه الفنيه هو واحد بس هو اللي بيدي تعليمات للفريق الفني. اللي هو المدير الفني. المدير الفني او ما ينوب عنه، واحد فقط لا غير. لان يبقى عندي سته واقفين في المنطقه الفنيه والكابتن سعفان داخل ميدان اللعب، وبعدين كل الامور دي تعدي. انا بدل ما وجد الكابتن سيد عبد الحفيظ انذار لما جه يكلمه. وبعدين ما انا هربط بقى ابراهيم بعد اذنك، بس انا جايب الحاله ديت ليه؟ جايب الحاله ديت ليه؟ لان انا النهارده انا كحكم المفترض انا بوفر بيئه امنه للاعبين داخل ميدان اللعب. بمعنى يشعر اللاعب تماما ان هناك العداله على الفريقين، يشعر اللاعب ان انا يعني من الحكم، ان الحكم هنا بينفذ التعليمات وينفذ القانون وكل لاعب بياخد حقه. لما انا اشوف الجهاز الفني تقريبا على خط خارج المنطقه الفنيه هنا يعاقب المفروض الجهاز الفني. لما اشوف ان هنا مدير فني اثناء تنفيذ ركله وحارس المرمى بيسقط من غير ما في اي حد بيروح له اهو ولا التحام. وعلى فكره انتوا هتشوفوا بعد شويه اعتراف محمود جاد بنفسه، هنشوف اعترافه بعد كده، بس اهو ده الكابتن حكم المباراه وليد عبد الرازق وانت شايف ده بنفسك. هنا ابراهيم انا ابراهيم هنا راح لحارس المرمى. شوف بس كده. وبعدين انا النهارده يعني هو مين ياخد الانذار؟ ده السؤال. هو حارس المرمى المفترض الاول حارس المرمى. بالظبط. لان هو سقط بدون اي مخالفه، وبالتالي انا لازم اعاقبه على هذا التضييع الوقت. كل الوقت دوت حصل في الدقيقه 93، انت اديت 6 دقائق وقت بدل ضايع يا كابتن وليد. وعشان كل الساده المشاهدين ما يربطوش بس ما بين ان احنا بنتكلم في وقت، لا احنا الوقت ده هو حق للفريقين يا كابتن ابراهيم. حضرتك اديت 6 دقائق وقت ضايع، اولا هنا اللعب اتعطل بسبب محمود هو جاي. عطل اللعبه دي كام دقيقه؟ هو خدنا تقريبا دقيقه ونص. تمام، لما راح للعيب ينزل ويتكلم مع الكابتن حسام ورجع. بالظبط. بعد كده حصل كالاتي، هناك تغييرين حدثوا في نفس الست دقائق يا ابراهيم بيه. احنا في تغييرين تموا للناس، وده اللي سعجيلك انا. تمام، دولت من 6 دقائق اللي اتحسب وقت ضايع. هو ليه اعترضت اللاعب الاهلي؟ اولا لعيبه النادي الاهلي ما بتعترضش، ان اللعيبه اعتقد عندهم ثقافه ويعني كلهم ناس يعني على خلق، بيحاولوا يبقوا يعني سلام شويه. بتعترض على ان الهجمه لسه ما زالت، لو رحنا كده الهجمه يعني خلينا نتفق في اللعبه ديت بحوزه الاهلي. هنا الهجمه لسه ما زالت في النادي الاهلي في الثلث الهجومي او الثلث الدفاعي للنادي المصري. هنا مفترض يا وليد انت اديت 6 دقائق، ضع منهم دقيقتين على الاقل على الاقل. خلينا نقول هنا في هجمه، نقف بقى هنا بس انا هنا ما ينفعش انا توقيت انتهاء المباراه يا وليد كان يجب على الاقل تضيف او تنهي اللعبه ديت او تنهي الهجمه دي. بص يا كابتن، هو حتى في دي يعني خلينا انذار محمود متولي، لانه متولي عنده انذارين، الانذار الثالث يغيبه ماتش القمه، واضح ان المساله لما متفطمه كويس. هو مذاكر. بص اللي بيتعترض مين هنا اللي بيناقشه؟ حمدي فتحي. متولي جه اول ما جه راح مديله الانذار. بصوا بالظبط كده. تتعاد تاني والنبي يا كابتن، لانه الناس لازم تشوفها. اللي بيناقش الحكم حمدي فتحي. اهو ما ادالوش الانذار اهو. بص بقول له ابعد امشي. وعبد الهادي بص هو انا بص هو بص أنا بص متولي اول ما جه على طول الانذار، لانه هو متولي طول المباراه كان حذر جدا انه ما ياخدش انذار لانه عنده انذارين. فواضح ان الحكم متملي مين اللعيبه اللي عندها انذارين. استنى بس لان هيتقول عليه. هو يقدر يتقول عليه، لكن رد فعل متولي هيتجنن لانه هو مش عايز ياخد انذار، فهيقول يعني انت بتديني انذار ليه؟ انا عملت حاجه؟ ده هو ما لحقش يكلمه. بص مجرد ما متولي ده ما خدتش ثانيه، يعني حمدي فتحي هو اللي بيناقشه. عشان كده بقول لكم استوديوهات التحليل اللي طالعه بتشيد بوليد عبد الرازق، مدحت شلبي، هي اشاده لانه حقق المراد. لانه هو مدحت، شوفوا الاسبوع اللي فات واللي قبليه بيعمل ايه مع النادي الاهلي ومشاكله وقضاياه. هو راجل خلاص قرر انه يمشي في خط ضد مصالحك. بيشيد. انا بهديلك يا كابتن مدحت، قولوا لي بس يا جنرال التعليق، قولوا لي بس يعني ادي حمدي فتحي بيناقشه بيقول له يا كابتن لسه ده الوقت هو اللي ضاع. عايزين 3 لقطات يا استاذ ابراهيم بديها اهداء للكابتن مدحت اللي بيقول لك حكم ممتاز دي، والوقت بدل من ضايع، وتوجهه لاعطاء الانذارات خارج
خارج الملعب ها وعودته دون ان ينزل حارس المرمى واحتساب الوقت المحتسب بدل من ضعف وضربه الجزاء التي يعني لا تغتفر ولا ننساها اطلاقا الوسط الرياضي. هو تسمح لي ابراهيم ببدا اعزلك بس نجيب الحاله دي تاني بعد انتهاء الصفاره، بس انا ليا كلمه مهمه جدا جدا في هذه الحاله. اتفضل ادي الصفاره. خلينا بعد انتهاء الكره على حدود على هنا مشارف ال 18 صفة. ليه اللعيبه اعترضت يا كابتن او ليه حمدي فتحي؟ اولا حمدي فتحي من حقه يعترض وانت تتقبل هذا الاعتراض يا كابتن وليد، ويجب انك انت تكون هادي جدا لان الحكم دايما يعني هو ما بيبقاش هو متماشي مع انفعالات اللاعبين او اعتراضات اللاعبين. وهنا حمدي فتحي بيتكلم على الوقت بدل ايوه الوقت يعني ضاع، الوقت اللي انت حسبته ضيعته. انا النهارده انا كلاعب من حقي بكلمك بعد انتهاء المباراه بان هنا انا ليا وقت ضايع لم يحتسب، وده متوقع يا وليد ان اللعيبه هتيجي تعمل شوف البصه اللي بيبصها بس يجب عليا انا كحكم يعني التزم الهدوء ويكون عندي الثبات الانفعالي، لان انا النهارده بتعامل مع لاعب هو اللاعب من حقه بيدور على حقه ومن حقه ان في هجمه كانت موجوده ليه والمباراه انتهت، فبالتالي لابد ان انا امتص غضب اللاعب. مش بقول انك انت اللاعب ان هو يغلط او حاجه، لا، ولكن هو راجل بيعترض على ان الوقت ما خدوش. طب السؤال هو انا النهارده لما حمدي جه اعترض هو محمود متولي بياخد البطاقه ليه؟ اهو بص الحوار اهو بص اول ما شاف متولي راح مطلع الانذار. بص التربص بقى ما اتكلمش ده هو جاله التربص بقى بمتولي. هنا نشوف بقى كابتن سامح حفيظ، هو كابتن سامح حفيظ هنا جاي يلم اللعيبه بيقول له بيحوش اللعيبه عشان محدش ياخد بطاقه اكتر من كده. لسه بيتكلم راح واخد الصفره. طب يا كابتن وليد انا ما عنديش مشكله تدي كابتن سيد صفره وتدي محمود متولي صفره، بس المعامله تبقى على الفريقين، المعامله تبقى على الجهاز الفني اللي خرج خارج المنطقه الفنيه ولاعب او عضو من اعضاء الجهاز الفني بينزل الملعب وللاسف الشديد ما حدش بيتلقى بطاقه منهم، وفي ثانية واحدة بتشهر البطاقة الصفراء للكابتن سيد وللكابتن محمود متولي اللي اعتقد ان هو لم يرتكب ابدا خطأ. هو ما لحقش يكلمه، ده هو أول ما شافه قدام عينيه راح مطلعه له. يعني يلا خلاص يا كابتن عشان ننقل على النقطة الثانية. يعني طب يا كابتن فيما يخص الوقت بقى يا كابتن ناصر. بالظبط. زي ما قلت لحضرتك احنا الست دقايق هو لما الحكم بيضيف ست دقايق أو خمس دقايق هنا القانون بيقول له إن هناك وقت بدل ضائع للوقت اللي انت حسبته. حضرتك اديت ست دقايق، هذا الست دقايق حصل فيهم ايه؟ توقف اللعب لحارس المرمى ثم اتجاه للمنطقه الفنيه ثم تغييرين حدثوا في الست دقايق على الاقل. حضرتك اديت وقت دقيقه بس فوق السته على الاقل ما بين دقيقتين او ثلاث دقايق قبل. وزي ما قلت لو انت سبت الهجمه، يعني احنا ما بنتكلمش على هجمه، احنا بنتكلم على حقوق. بالزبط. لو انت سبت الهجمه الاخيره ما كنتش هتلاقي اللعيبه جات لك، او لان كمان توقيت انتهاء المباراه دي ليها كابتن. لو هو حافظ على الوقت بتاع المباراه بغض النظر فيه هجمه ولا ما فيش هجمه، لكن لو حافظ على الوقت اللي استهلك اللي احنا بنتكلم فيها احنا ست دقائق ضاع منهم تقريبا دقيقتين ونص، ضفهم على الست دقائق يبقى انا النهارده بدل ما انهي 96 بني 98 ونص او بني 98 المفروض. طيب شكرا. على ذكر بقى الوقت، ايه اللي يمنع دلوقتي كلاتنبرج ولجنه الحكام ان تعمل البروتوكول اللي اتطبق في كاس العالم ان يبقى في معايير محدده يضاف على اساس الوقت البديل؟ هو كلاتنبرج هيكمل يا ابراهيم؟ لا معلش بس انت ايه اللي يمنع والله كابتن؟ مش قالوا مش هنكسبه ويكمل، خلاص خلصت الليله. بص يا ابراهيم يعني انا يعني هشيد بتجربه لجنه الحكام في الاتحاد السعودي. بعد انتهاء كاس العالم مباشره تم تطبيق اللي هو الوقت طبقا لما دار في كاس العالم. كاس العالم. كاس العالم. هنا بنقول الامور سهله، وانت حضرتك كنت موجود في قطر كلاتنبرج وكان بيحلل. من الدروس المستفاده هناك هو قال لك ايه؟ قال لك من الطبيعي اللي هو الراجل رئيس لجنه الحكام اللي هو المحترم جدا كولينا قال لك من الطبيعي ان تلعب ال 90 دقيقه لعب فعلي وليست لعب يحصل فيه ان الحارس يضيع او اللعيبه تضيع. هناك فرق بين الوقت اللي بيضيع اثناء المباراه وفرق بين الوقت اللي بيضيعوه اللعيبه اثناء المباراه ابراهيم بيه. طيب وبالتالي كانت الرساله بقى، شوف الرساله الجميله كانت ازاي. طيب الدور الاولاني كان بيتحسب بال 13 دقيقه وبال 14 دقيقه في كل مباراه وقت بدل ضائع، لدرجه احنا شفنا المباراه
وصل الوقت الضايع ل 11 دقيقة في شوط واحد بس. على اساس ان الوقت بتحسب بشكل واضح، التغييرة فيها قد كده، الاحتفال بالهدف قد كده، متسعرة ومعروفة يعني. بالظبط. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ لما جينا دخلنا على الادوار الاقصائية لقينا ان الوقت الضايع 3 دقايق 4 دقايق. الرسالة وصلت، وصلت لمين؟ للاعبين، لان هم اللي بيبقوا سبب اكيد في اضاعه الوقت. ودي اهم نقطه بقى، لان صفاره الحكم هي اللي بتظبط الاداء والتكتيك والتكنيك بتاع اللعيب. اذا كنت مش بتحسب الصح يبقى هيستمر في الخطا. بالظبط. انا هنا في فلسفه، ودي من ضمن الاحصائيات على فكره كاس العالم اللي حصلت، لما عملوا دراسه ان الوقت الضايع في المباراه اللي هي الدور المرحله الاولى وصلت تقريبا في ثلاث مباريات 53 دقيقه وقت ضايع. لما مروا ومشوا للنهاية لقوا ان الوقت الضايع ابتدت الرسالة توصل للاعبين، فلسفة رئيس لجنة الحكام كلنا وصلت، وبالتالي مفيش حد كان بيضيع وقت، لان عارف كويس قوي ان الوقت اللي هيضيعه هيتحسب وقت فعلي في المباراة. ابراهيم ده اللي احنا نفسنا يتطبق هنا عشان خاطر والاتحاد السعودي يطبقه. الاتحاد السعودي يطبق فورا على طول، مفيش هزار ابراهيم بيه، طبق فورا. وانا النهارده بدي رساله وبقول رساله لكلاتنبرغ، من فضلك احنا النهارده كاس العالم دروس مستفاده كتير، واحنا في الدوري المصري يعني حدث ولا حرج، اللعيبه عندها يعني حرفيه تماما في اضاعه الوقت. صحيح. من فضلك طبق الوقت على الجميع عشان نشوف كره قدم حقيقيه نتمناها ان شاء الله في المباريات القادمه ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن ناصر. كوره كده. شكرا للكابتن ناصر عباس المحلل التحكيمي. واعتقد المساله وضحت سواء في دم أفشة او في التربص ب دلوقتي هو عايز فاصل محمود متولي، هنجيب تصريحات مع نطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف اعترافات مهمه جدا. اهلا بحضراتكم من جديد. اللي حصل من اخطاء تحكيميه في المباراه مؤثر بشكل قاطع، لانه ما فيش اوضح من ضربه جزاء ما اتحسبتش، وما فيش اوضح ولا ادل من دم سال ما اتحسبش فاول. ما اعتقدش ان في اوضح من دم بهذا الشكل. لكن جزء من المباراه طبعا ان احنا ضيعنا فرص، والامور الفنيه هنتكلم فيها. لكن احنا بنتكلم في الشق التحكيمي. الشق التحكيمي حاجتين: تربص شديد جدا من الحكم بلاعب زي محمود متولي عشان عارف عنده انذارين عايز يوقفه ماتش الزمالك، وواضح انه الحكم اللي اختير خصيصا من منطقه القناه لمباراه طرفها النادي المصري جاي متوصي. جاي متوصي، وعلى فكره المباراه الجايه مباراه الاهلي وسموحه انذارات الدوري ما تنطبقش عليها، عشان كده واضح ان الحسبه كلها على مباراه الزمالك. فانتوا شفتوا انه عشان كده زيزو ما خدش الانذار اللي مستحق. على فكره نشوف لقطه زيزو يا جماعه، صوره لمباراه زيزو الماتش اللي فات، وزيزو عنده انذارين برضه، يعني عنده تراكم انذارات. لو كان خد الانذار ده كان المفروض يتوقف ماتش القمه. واضح راخر المباراه اللي قدر الحكم اللي ادار مباراه الزمالك والاتحاد بتفطم، بلاش فلان وعلان وترتان. هو ده التوجيه يعني، هو ده التوجيه، بلاش ده ودي ده، بلاش ده ودي ده، ده التوجيه اللي حصل. لو شفنا لقطه الاول زيزو، لقطه زيزو ولقطه، هنيجي لقطه الحكم واللي حصل فيها، لكن الجزء كمان المهم في المباراه الاهدار الوقت ده اللي خلى حمدي فتحي وسيد عبد الحفيظ بيعترضوا عليه في الاخر. دول اللي بيعترضوا عليه. ادي زيزو تحت اهو، محدش جنبه. ادي زيزو اللقطه اللي تحت، محدش جنبه، في حد لمسه يا جماعه؟ زيزو وقع. يعني تمثيل ببراعه واجاده بشكل واضح، بيقول له انا بمثل، وكل الناس علقت يعني، الكل علق. الحكم فين؟ اهو ادى انذار. لا ابدا، مع ان ده تمثيل واستيميوليشن يعني بشكل واضح. اذا كنت انت كحكم مش ناوي تحكم اللي شفته، يبقى ايه اللي يمنع حكم يا جماعه انه ما يحسبش دي تمثيل؟ ايه اللي يمنعه؟ فين الاحتكاك اللي حصل بزيزو عشان يقع؟ هنا ما ينظرش، لكن فوق بمجرد ما شاف متولي قدامه افتكر ان ده المطلوب. بقول لكم ما حمدي اللي بيناقشه اول ما وصل متولي عبد القادر جنبه، انت جيت بس هو جنب ده، انت جيت، انت فين؟ انا بدور عليك، انت فينك من زمان؟ انت فين؟ ده انا بدور عليك من اول الماتش، لقيتها دلوقتي راح عاملها. شوف نفس اللي حصل من اسمه ايه الحكم بتاع ماتش الداخليه بتاع الاسماعيلي، السيد فتحي. السيد فتحي
نفس القصه جابهولك نفس الاسماعيلي عشان يبتدي يعرقلك لحد الاسماعيلي ما يجيلك. بعد كده يقول لك جملتني اديني حق من الاول، ما كنتش حصلتني من الاساس. مش هنتجنى على حد، الوقت اللي ضاع في المباراه كان من حارس المرمى محمود جاد. محمود جاد بعد المباراه اعترف بنفسه. الله يكون في عونه بقى على اللي حصل له. نشوف. كان تضيع وقت؟ ما المره اللي وقعت فيها في الاول ما كانتش تضيع وقت والله، لكن المره الثانيه لما وقعت هم اللعيبه بتاعت الاهلي كابتن سلية وحمدي فتحي وكده قالوا لي قوم، انا قمت لان هم كانوا طالبين مني، طلب كابتن حسام قال لي اقع عشان نغير، لكن لما قالوا لي قوم انا قمت والحمد لله. يعني مدرب حراس المرمى في النادي الاهلي وقفت معاه وحتى احنا نقلنا الصوره، كنتوا بتتكلموا فيها؟ هو بيقول لي ان انت بصراحه، يعني انا بتكلم بصراحه، هو بيقول لي ان انت لاعب دولي ما ينفعش تضيع وقت وكده. قلت له والله يا كابتن معلش انا اسف، المره الثانيه دي هي اللي كانت فيها ممكن عشان اضيع وقت او حاجه، لكن انا في المره الاولى ما كنتش بضيع وقت ولا حاجه، كان عندي شد وكده، بس الحمد لله يعني. الحمد لله، والله يكون في عونك يا ابني. و يعني اذا كان صاحب الشأن بيعترف، ولو سالته هيقول لك انا خبطت فيه غصب عني، ده ولد صادق، واضح ان هو انسان صادق يعني. فما علينا يعني، اظن دي بترد يعني برضه مصر كابتن مدحت على امتياز الحكم. هو خلاص. امتياز بالنسبه له، امتياز هو طالما انه ضد الاهلي لازم يبقى ممتاز، نفذ المطلوب. وانا مندهش جدا من الاتيتيود والتوجه النفسي بتاع كابتن مدحت شلبي في كل قضيه لازم يحللها، ما تكونش لمصلحه الاهلي ابدا ابدا ابدا. يعني قفشة يا اخي باينك محتار، باينك مش عارف توصل لقرار، لكن في كل الاحوال عمال ايه مالوش حق ومش هيلعب ومش هيسافر مش كل ده. يعني استاذ ابراهيم، وقد يكون قد يكون تسفر الامور على هذا، بس انت كمحلل ده مش دورك، الجزم ليس من دورك، التحليل هو دورك ودور كل انسان منصف. يعني الواحد معلش يا جماعه، وصلنا الى مرحله مش قادرين نتخيل الوضع بالشكل ده. يعني عندما تصل الامور لهذا الحد في الوقت اللي بنشوف رئيس الاتحاد كره القدم في فرنسا، والنبي جيبها لنا استاذ ابراهيم. هنشوف القضيه دي، لكن الكابتن عماد متعب في استوديو التحليل الحقيقه استفز جدا من قضيه اهدار الوقت. نشوف. لما يكون حارس مرمى جيد وعامل مباراه جيده وبيبوظ كل اللي عمله بان بيوقع نفسه في الملعب وضيع وقت كتير، الحاجات دي ما بتبقاش انطباعاتها مش بتضيع المميزات اللي انت عملتها داخل المباراه. يعني في حراس مرمى كتير عندنا بيقعوا من غير اي سبب ومن غير اي حد من غير ما اي حد يحتك بيهم عشان الغرض ان يضيع وقت. بشوفها انها حاجه بتستفز الناس وبتستفز الجمهور وبتستفز اللعيبه داخل الملعب، ممكن تعمل مشاكل كمان. اللي بيساعد على كده الحكام. لو دلوقتي الحارس المرمى انا حسبت 6 دقائق وحارس المرمى وقع 3 دقائق في الست، ادي ال3 دقائق مظبوطين. لو هدي 6 دقائق تانيين اديهم، بعد كده الحارس مش هيقع. لكن هو النهارده الحارس وقع، الحكم ادى 6 دقائق وبعد كده في تغييرين. وقع محمود جاد وادى دقيقه واحده بس بعد 6 دقائق، عشان كده لعيبه الاهلي بتعترض. تغييرين، راح ليدي في المنطقة الفنية انذارات ويتكلم مع الراجل اللي داخل الملعب، لأن دلوقتي ما يقدرش يتجاهلها وإن كان بتحصل. ما تشوف محمود محمد معروف عمل إيه، عبد الله السعيد أمر باللعب عشان الجون كان فاضي وكان بيكلمه وعارف إن الجون بيكلمه وعارف إن الجون فاضي فيؤمر باللعب، واللعيب اللي طرده جنبه في الملعب بيكلمه، كان حوار لسه بيكلمه. عايز تقول لي اخطاء البشر، بشر ايه وبتاع ايه، ما هو البشر انواع برضه. وكابتن عماد متعب يعني يتحدث، انت بتعود الناس على سلوكيات، ما انت لما تبتدي على راي كابتن ناصر تحسب الوقت المحتسب بدل من ضاع بشكل دقيق، الناس مش هتقع لا جدوى من وقوعهم بقى، لانه هتحسب في الاخر وهم تعبانين. العداله بتقول كده. يعني ماتشات الباسكت ليه اخر 3 دقايق دول بيقعدوا لهم يجي ربع ساعه؟ لان كل ما تقف الصفاره تقف الساعه، لان المفروض انك تلعب النص ساعه بتاعتك كامله. فعايزين نوصل
يعني كنا لسه بنتكلم على تطوير الكوره يا استاذ ابراهيم والناس توصل، محدش عنده نيه يصلح، محدش عنده نيه، كله بينظر الى المصالح الضيقه. وهتشوف دلوقتي ده ميشيل يانكو مدرب الحراس لما كان بيكلم محمود جاد بعد الماتش، انت جون كويس، ايه اللي انت بتعمله ده؟ هو حتى محمود جاد قال لما المراسل ساله قال له كان بيقول لي انت جون كويس، ايه الوقت اللي انت بتضيعه ده؟ ما هو قال له كان الكابتن طالب منك كده. يعني طب هو الاعتراض ده في حد ذاته يعني ما يحرجش كل الناس اللي طبعا وينبه اكتر لخطوره الماتشات اللي جايه، لان كل الماتشات كل الناس هتستهلك الوقت بهذه الطريقه، اولا عشان توتر لعيبه الاهلي، وثانيا عشان تستهلك وقت المباراه، وثالثا عشان ده على مزاج الحكام، لان حكم انت شايف ان ده بيحصل. هل ممكن زي ما قلنا للكابتن ناصر عباس وايه ده لجنه الحكام يعني تبدا تنفذ اللي السعوديه طبقته؟ ناس بتناقشك وكان الحوار بدي هادي جدا، ليه العصبيه؟ ليه النظره بتاع ده؟ يعني انت بتتابع ده الحوار مع حمدي، بس برضو انا مستفز جدا من سذاجه اللعيبه بتاعتنا. شفتوا الحكم بيعمل كده، ابعدوا عنه. ايه جدوى الكلام ده؟ وشاف الاداري بتاعك بيتكلم، ابعد عنه. ابعد. اهو تلكك لك وانت مسكت دماغك، لكن انت انا متاكد انك ما قلتش حاجه تستدعي هذا الامر. لان لو قلتها ما كنتش هتمسك دماغك، لانك اكتشفت بقى ان يا ريتني ما جيت. ما يعني انا رايي، وبعدين ده بعد الماتش هتفيد بايه بالاعتراضات دي؟ بعد ما صفر. ها؟ بعد ما صفر. بعد ما صفر يعني مش مثلا فيما هو اتي. ما فيهاش فايدة. انا انصح لعيبتنا عشان كل الناس بتقول لهم انتوا كيوت وانتوا هي دي برضو ما هو الناس الامور وصل لحد ده ان الالتزام والسلوك بقى عليه. انا بقى جمهوري بيقول لي اعمل كده. ما هو هتعمل ايه؟ انت ملتزم يعني. نفس كابتن ناصر قال تعليق ده الانطباع لعيبه الاهلي والناس مؤدبه ما بتعملش حاجه، مش معنى كده ان تستهتر بحقوقها. انا اقول لك سؤال برضو، انت جبت المعنى ده، الحكم خلاص مش عايز يشوف، ما كانش والدم مالي وش قفشه اللعيبه توقف وتقول له ايه ده؟ هو قفشه نفسه ماشي قفشه على الارض واتعملت له غرز عشان يتعالج. يا ابراهيم والله صدقني الناس لعيبتنا واخده الامور بحسن نيه شويه في الملعب. وبعدين هم خايفين برضو من الانذارات وخايفين من التوترات، انا ما بنصحش بكده، لكن في ناس شغلها انت جاي متعين حكم فار. اولا يا كابتن عبد العزيز السيد، لا الحكم الملعب وليد عبد الرازق، يا كابتن وليد انت جاي، انت حكم محترف، انت مش جاي تفنطز علينا يعني، انت راجل بتحكم يعني دي شغلتك، فانت جاي تؤدي عمل اديه بامانه. لما تشوف حاجه زي كده وكانت قدامك متردد استعين بصديق، استعين بالفار، سيبها على الفار يا اخي. الفار بقى دي اللي مشكله، اللي كل الناس عماله تقول لك اصل الفار اصل طبعا، ما طبعا هو ده النوع من الفار، وهو ده اللي مجنن الناس ومقلقها وخليها قلبع على اللعيبه وعلى الاداره، ان مش عايزه نقط تضيع في الوقت ده، لا عشان عارفين اللي هيحصل اللي جاي سيء، هو ده اللي مخوف الناس وده اللي موترها. ايوه، انما هي في سياق المباريات وارد انك تتعادل مع المصري، وارد انك انت تهدر طبعا مش بالطريقه دي، لكن وارد تهدر فرص المدهش ان الفرصه بتاعت قفشه وحسين الشحات بالظبط هي فرصه المحله مع كان بيلعبوا نشوف كرة قفشة مع حسين السيد، هي بالظبط كربونة مع حسين الشحات. كربونة، اتنين منفردين واتنين منفردين. بس المحلة حب يلعبها هو فطالت منه بقت في حضن الجول. قفشة يبدو انه هو يعني اهي بص شوف من نص الملعب، هي نفس اللعبة. هو في لمسة هنا هو ده الصح على فكرة، بس لو حطها له قدامه، هي لو جت قدامه هو بس عيب ان ما جتش قدامه، فهو لعبها بالجنب. في لمسه هنا خلت الكره جت على شماله. لا يعني ايه لعب وراه؟ وراه يا ابراهيم، هو قدامه كان هيسند ببطن رجله على طول، انما هي قدامه دي لو اتحطت قدام كان هيقدر يحطها ببطن رجله. وبرضه سوء بخت، شوف يعني ايه اللي جنب العرض قوي كده يعني، قافل رجله فيها قوي، مش هو ما لحقش. هو طب ما هو لو ما قفلش رجله الجون هيشيلها يعني، مش قوي كده يعني.
حاضر ما تيجي في الإعادة نقول له. لا يعني أنا بتكلم. بصوا يا جماعة هو احنا بيلعب. على فكرة احنا واحنا بنتكلم على التحكيم كلامنا للعيبة المفروض مزيد من التركيز في الفرص أرجوكم. في مباريات مش هيجي الكلام ده، في مباريات ما فيهاش دلع بقى، في مباريات أنت مش هتجي. مباراة النهاردة على فكرة من المباريات اللي المفروض على فكرة في المنطقة تنتهي هيف سكور. أنت متصور دي فيها تخلص 3-4؟ أنت متصور دي فيها دلع؟ لا لازم التركيز يكون احسن. التركيز هو عنده تو اوبشنز، يا اروح للجون ورقصه، بس الجون ما كانش طالع زي المره اللي فاتت، فلو كان راح له ورقص كان هيبقى بره. هو ثانيه تفكيره كده، واخد بالك؟ لعبها، بس هي لو خدمت وجت قدام حسين شحات كان هيحطها ببطن رجله وهو شايف كده بالجنب انا وبختي، فبخته مهبب طلعت ان كوره جنب العرض. لكن ما اعتقدش ان ده نوع من لا استهتار ولا حاجه ابدا. دي بقى تقول لي ده البوكس موقع دي الفرص الراجل. كمان شريف، يعني شريف النهارده كان يعني مطلوب يبذل مجهود اكتر بكتير من اللي بذله، يعني عنده احسن من كده بكتير، عنده احسن بكتير ان هو يحسس الناس بوجوده وقوته واهميته. يعني كام واحده اهي حسين هنا بقول لك المباراة دي تخلص هيف سكور، يعني تخلص 4 وتخلص 3 وتخلص 5. معرفش ليه في حاجة غامضة كده، كمية الفرص اللي كل بتضيع. كل الماتشات يا إبراهيم اللي بتضيع مننا إحنا مسيطرين ومضيعين وكرانر طبعا طبعا. يعني عدم الثقة هي دي كورنر ولا كورنر جت كورنر ها؟ فيها بص السرعة كمان. يعني تاني اللعيبة مزيد من الحرص على الفرص، صدقوني مزيد من الحرص على الفرص كتير، لأنه في كور كتيرة التصرف والقرار فيها ما كانش أحسن حاجة. طيب هنشوف رأي كولر، لكن هنشوف كابتن برضو في الاستوديو ده جزء أهي أهي برضو وديعة جدا في ايد محمود جاد، وخد من محمود جاد الوقت اللي انت عايزه بقى اهو. اهو بقول لك مباراة كمية الفرص اللي جت اهي. يا الله يا الله، يعني بصراحة عموما هو التغييرات والثلاثة لعيبة اللي نزلوا سواء شادي أو عبد القادر عملوا حراك في الملعب كويس قوي، يعني الفرص زادت قوي والخطورة زادت بالتغييرات الثلاثة. يمكن ربنا رايد خير، والله انا بقول لك ربنا رايد خير. احنا الماتش الجاي بتاع الزمالك ده باذن الله الامور تتعوض باذن الله. احنا كنا بنتكلم على الكلاتنبرج يا جماعه، كابتن سمير عثمان الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق، مش عايز وانا متقدم تبقى نغمه التشاؤم موجوده عاليه، او ان احنا يعني وكاننا في ازمه. يعني كان طبعا هنرتاح اكتر لو كان الدنيا مشيت صح، لكن خلينا برضو في اتجاه الدعم والدعم والدعم عشان نوصل ان باذن الله لما نروح نلاعب منافسنا نقدر نروح واحنا عندنا ثقه بنفسنا وقادرين. طيب. كابتن سمير عثمان في تصريحاته لليوم السابع قال انه الحكم على تجربه كلاتنبرج مع الدوري المصري تحتاج عام كامل على الاقل لاثبات نجاحها، واكد ان كل رؤساء لجان الحكام في مصر الحاليين والسابقين، خدوا بالكم اللي بيتكلم خبير تحكيمي، كل رؤساء لجان الحكام الحاليين والسابقين يعملون لمصالحهم الشخصية. أهم تعليق ده بقى، والحكم المصري هو الضحية. قال كمان خلال تصريحات إذاعية لبرنامج الفيلسوف للكابتن أيمن يونس إن حكام مصر ماتوا بدليل إدارة 34 حكم أجنبي لمباريات الدوري المصري خلال الأونة الأخيرة، كما أن ده على فترة عصام عبد الفتاح. يعني عايز يقول لعصام عبد الفتاح وانت بتتكلم انت جبت 34 حكم اجنبي.
وقال لك انه خبراء التحكيم اللي طلبوا من كلاتنبرج تولي مهمه تطوير التحكيم وفوجئ بانه رئيس لجنه الحكام والفارق كبير بين المهمتين. يعني انتوا جبتوه خبير تحكيمي او مستشار فني ومسكتوه رئيس اللجنه، ودي الفرق بينهم كبير زي ما بيقول سمير عثمان. قال ان كلاتنبرج مظلوم واحنا مش عارفين عاوزين منه ايه. الدوري هادئ طالما مباريات الاهلي والزمالك تمر بدون ازمات. وبيقول انا ارى ان حازم امام ومحمد بركات الاقدر باداره ملف التحكيم بشكل سليم واعاده المنظومه التحكيميه لنصابها الصحيح. قال كمان سمير عثمان انه مسؤولين اداره الكوره لا يعلمون عدد الحكام المصريين، كما ان نتائج امتحانات ترقي الحكام لم تعلن حتى الان. قال ان وضع الانجليزي مارك كلاتنبرج خطه للاعتماد على بعض الوجوه الشابه من الحكام واسناد مباريات الدوري الممتاز ليهم في الجولات المقبله بحيث يتم دمجهم في منظومه الحكام تدريجيا. اكد رئيس لجنه الحكام بالاتحاد في جلسته الاخيره باتحاد الكوره انه عمليه النهوض بمنظومه التحكيم المصري يبدا من تقديم وجوه جديده واكسابهم الخبرات وتقديمهم للجمهور بدلا من الاعتماد على اسماء بعينها. قال سمير عثمان انه مجلس اداره الاتحاد المصري ابلغ كلاتنبرج بشكاوى الانديه بخصوص مستوى التحكيم في مباراه الاسابيع الاخيره والسعي لتلافي تلك الاخطاء خلال المرحله المقبله، خاصه وان التعاقد مع الحكم الانجليزي الدولي السابق تم من اجل الاستعانه بخبراته للنهوض بالتحكيم. وبيقول سمير عثمان ان كلاتنبرج اكد خلال الجلسه ان لجنه الحكام بتصحح اخطاء التحكيم اولا باول، واضاف ان الاخطاء اللي حصلت لم تكن مؤثره، كما انه الفيديو الاسبوعي الذي يقدمه يستعرض بوضوح جميع الحالات التحكيميه البارزه، وابلغ المجلس انه سيجتمع بالحكام خلال الساعات المقبله من اجل مناقشات الحالات الخاصه بالاسبوع الاخير. برضو الناس بتناقش قضيه وكان الامر يتم عن جهل، فعلم الناس عشان ما تغلطش. هذا جزء بيحصل في بعض الناس ما عندهاش الخبرة ولا الشخصية في المواقف دي تعمل ايه، ولكن الامور الواضحة قوي ما فيهاش جهل. يعني في امور ارادة انك تصل للحقيقة مش موجودة، منها حالة قفشة النهاردة. يعني لو ارادة الوصول للحقيقة موجودة، اولا للحكم لو شك في حاجة كان هو طلب الفار، او ان الفار من نفسه يستدعي الحكم يقول له راجع الحاله دي. وعايز تميس علينا يا عم روح ميس وارجع، وبعدين يبقى في ديبيت عليه، قول ان ده مش دم ده وغلط بقى، قول لا ده ما جاش ناحيته، ده كروم ده مش ناحيته، ما جاتش ناحيته وخلاص، بس شربنا زي ما بيقولوا الاوانطه. انما انت من الاول جففت المنابع، ابعد خالص اكن الواقعه ما حصلتش. ايه يا ابني اللي انت عورك ده، انت جاي متخانق ولا ايه؟ يعني كان ناقص يقول له كده. طيب كلام الكابتن سمير عثمان على رؤساء لجان الحكام، ومحدش عارف هو الكابتن عصام عبد الفتاح عايز ايه من كلاتنبرج؟ عايزوش الا واحنا بصراحه كلاتنبرج الراجل لما قلنا هاتوا خبير اجنبي، مبدئيا اللي اختار كلاتنبرج كشخص احمد حسام ميدو مع حازم امام، يعني النادي الاهلي ملوش اي اساس او لا دخل في الاختيار. لا ده هو قال كده ميدو. الاختيار جاي عن طريق ترشيح من ميدو لحازم امام. انما فكره الكابتن عصام عبد الفتاح الضغط المستمر على الراجل. يا جماعه لجنه الحكام استبيحت سنين طويله. حققتوا منها زي ما زميلكم سمير عثمان بيقول مصالح شخصيه للركب. مصالح شخصيه كتيره اتحققت لرؤساء اللجان زي ما بيأكد سمير عثمان خلال السنوات الأخيرة. كابتن عصام عبد الفتاح رأس اللجنة لمدة 8 سنين. الراجل ده ما كملش 8 شهور. إيه فكرة إن أنا باستمرار وبعدين إيه؟ إذا كان الصوت العالي من اليمة الأخرى من النهر هو اللي بيهاجم كلاتنبرج، أمشي في سكته. أعوم في اتجاهه. لدرجة إنه كرة زي مباراة الزمالك والداخلية. كل خبراء التحكيم اللي حللوا اللعبه مش بس كلاتنبرج، حتى الخبراء المصريين كلهم اكدوا صحه الهدف، لكن يطلع الكابتن عصام عبد الفتاح بس عشان ارضاء الناحيه الثانيه ياكد ان اوفسايد، لمجرد انه مزيد من الدفع في اتجاه تطفيش الراجل حتى تخلو لهم
اللجنة اللي سمير عثمان زميلهم بيقول دول بتوع مصالح شخصية. يعني فترة الكابتن عصام 17 نادي اعترضوا من ال 18، النادي الوحيد اللي ما اعترضش هو نادي الزمالك اللي بيطالب بعصام عبد الفتاح، اللي كلاتنبرج في اجتماعه اللي اشار اليه سمير عثمان لما بيقولوا له الانديه بتشتكي منك قال لهم لا نادي واحد بس اللي بيشتكي منك. العكس بقى. لا لا، في ناديين ثلاثه دلوقتي بيشتكوا من الاخطاء، بيشتكي من اخطاء زي كده، مش من كلاتنبرج لكن مش من الراجل نفسه، انما اخطاء. ما هي الاهلي النهارده بيشتكي. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نشوف بعيدا عن ملف التحكيم الامور الفنيه في الماتش كانت عامله ازاي. اهلا بحضراتكم من جديد. مع كل الاشاره والتاكيد على الاخطاء التحكيميه اللي حصلت وعلى الوقت اللي اهدر وعلى ضربه الجزاء وعلى دم قفشه اللي راح هدر للكابتن وليد عبد الرازق، لكن كان في اخطاء فنيه او في تحليل فني لازم نقف عنده. كابتن عبد الستار صبري شاف سيطرة الأهلي واستحواذ الأهلي إيه في المباراة؟ نشوف. كابتن عبد الستار شايف اللقاء إزاي؟ لقاء النادي الأهلي كان مسيطر، كان في استحواذ. التغييرات اللي عملها كولر نزول أحمد عبد القادر وشادي حسين عملوا ميزة كبيرة جدا من الناحية الهجومية. يعني الكثافة الهجومية كانت صراحة أنا بحيي الاستوديو، عجبني جدا لما شفت التغييرة بتاعت عبد القادر وشادي حسين. دي حقيقه فعلا، بالذات احمد عبد القادر. احمد عبد القادر يعني الحلول النادي الاهلي كانت من ناحيه علي معلول، لما ابتدى احمد عبد القادر نزل يخش يبقى دخل في القلب، خلى علي معلول يبقى عنده ايه مساحه ان هو يقدر ايه يستغل المساحه بطريقته المعروفه عليه ان هو ايه بيلعب بكوره عرضيه مميزه، وابتدى في الاختراق من علي معلول. الناحيه الثانيه ابتدى حسين الشحات ابتدى يضم لجوه لما شاف احمد عبد القادر، خلاص يبقى ايه حته طريقه اللعب اتغيرت للنادي الاهلي، وبيخلي محمد هاني برده نفس العمليه ان هو ايه ناحيه السرعات بتاعته يبقى ايه الاطراف شغاله بشكل كبير. عشان كده النادي الاهلي كان سيطر الشوط الثاني بشكل قوي، كان مميزين من الناحيه الهجوميه، بس الفرص حتى فرص جت كتير قوي للنادي الاهلي، فرصه لاحمد عبد القادر وفرصه للقفشه. يعني النادي الاهلي كان مسيطر السيطره بس ما قدرش يستغل الفرص اللي جات له. ما طبعا ما هي واضحه ان كان في الشوط الثاني تحديدا يعني كان في سيطره وكان في فرص وفرص سهله، يعني ما اعرفش سبب ضياع الفرص. انا ضد فكره ان في لعيب متهاون او متكاسل، لكن في لعيب عنده ثقة أو رؤيته واضحة أو قراره واضح في دماغه، ولعيب متوتر قراره مش واضح ومش عارف ياخد القرار السليم. لأن تنفيذ الكورة يعني مثلا الكورة بتاعت شريف بتاعت قفشة اللي اتعور فيها وجات لشريف ولف واللعب دي كانت عايزة توجيه، ما كانتش عايزة قوة، ولكن هو من تسرعه وتوتره لعبها بقوة على اعتبار إن هي يعني بين الثلاث خشبات خلاص هتخش. لكن لو هو عنده الثقة وعنده الهدوء كان هيقدر يتصرف أحسن من كده. نفس الشيء بتاع كرة قفشة وحسين الشحات، نفس الشيء لو في يعني دماغك ما فيهاش حسابات كتير هتاخد القرار الأسلم وبالطريقة الأسهل. يعني حتى لو قررت تلعبها لحسين لازم تبقى لقدامه مش لجنبه عشان ما يضطرش يلف هو وبخته. ومعرفش حسين كان ما هو حسين لو وقفه كنا هنقول له وقفتها ليه، لكن هي ما تتخطفش غير من اول لمسه. بس لما يا ابراهيم لما تاخد الكره بالجنب غير لما تاخدها في المواجهه بتقدر تاخد قرار اكثر يعني دقه. فاللعيبه لا عايزه اولا سدوا دانكو الفتره اللي جايه، وعليكم مسؤوليه، عليكم مسؤوليه، هذه مسؤوليتكم، تعوضوا النقطتين دول بأحسن منهم، وانتوا عارفين تعوضوهم ازاي. موضوع ما فيهوش هزار. موضوع النهارده يا جماعه نعمل اللي علينا قوي ونموت قوي ونضغط قوي، لكن النهارده يعني حتى المصري الضغط بتاعه ما كانش ضغط قوي قوي يقول لك ان في زحمه وفي كان في مساحات وكان في فرص وانفرادات. أيوة. وكور سهل يعني الكوره بتاعت علي معلول في الوقت المحتسب بدل من ضاع دي اللي سفر بعديها
يعني اعتقد ان 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 لولا الشده كان ممكن حمدي ينط لها باقوى من كده واحسن من ويركبها صح وينزل وينزل بيها لكن انت ظروف الماتش ساعات تخليك واحنا قاعدين قدام التلفزيون بنشوف ان كانت تتعمل كده بس وانت في الموقف محتاجه قدر عالي جدا من صفاء الذهن والثقه بالنفس والهدوء عشان تاخد القرار السليم. محتاجين نوفر ده ومحتاجين نظل على فكره مسؤوليتنا عن هذه البطوله، اللعيبه عندها مسؤوليه عن هذه البطوله. مساله ان الوم الجهاز الفني طالما ان اللعيبه عندها حلول وبتوصل ساعه ما بتنفذ وبتوصل من خلال سيطره وفرص اكتر وضربات ركنيه و و و يبقى ده التكتيك اللي المدرب ادهوني وصلني ان اعمل دي. في حاجات بقى ممكن تقول ايه ما هو فلان كان ممكن يبقى اكثر توفيقا من فلان، دي بنعرفها من سياق المباراه. يعني قبل المباراه ما كانش يعني الحسابات بتقول ان هو ده اللي يبتدي ويجوز هو ساعات يبتدي بواحد وعارف هينتهي بالتاني اللي هيبقى انسب في التغييره. يعني الحسابات الفنيه يعني بتظهر بعد انما احنا نقول اللي احنا عايزينه ومن حقنا لان احنا قاعدين بنتفرج والغلطه بتبقى قدامنا بنصلحها احنا واحنا قاعدين. اتمنى ان كلنا الفتره الجايه يبقى فيه هدوء وتركيز عالي جدا ودراسه قويه جدا للمنافس. اولا انت عندك ماتش مليء بالتحديات، انت هتلعب سموحه وشفنا حسام حسن مختلف شويه، عنده ثقة أكتر، عنده قرارات واندفاعية، يعني الجول الأولاني اللي جابه طار جابه بالهيد. الجول الثاني فيه قرار، فيه توفيق وعدم توفيق من حارس المرمى، لكن فيه قرار. أيوه. هيبقى متحفزين. الكابتن طبعًا طارق العشري في ظروف صعبة. المجلس منقسم وهو يعلم هذا، وجاي له الأهلي طقنا جاه. أنت عارف الأهلي ده؟ يا بيقعد يا بيمشي. فهيحط كل طاقته وخبراته في تعطيلك في كاس مصر. انت مطلوب منك تتجاوز هذه الازمه الاول وتطلع باقل قدر من الخسائر من الانذارات والاصابات وتشوف اللي جاي بعد كده. الاداره بسرعه، كل واحد بيعمل دوره وبتركيز عالي جدا، وباذن الله كل واحد يؤدي ما عليه في التوقيت المناسب. ده كلام مهم ومحتاجين كمان راي عماد متعب. شفنا شكل النادي الاهلي لما لعب عبد القادر وحسين كمان لما نزل شفنا فيه جبهه واضح التفاهم بينها بين علي معلول وعبد القادر اشتغل بشكل جيد جدا، شفنا سيطره للنادي الاهلي، شفنا مساحات قريبه، شفنا ضغط عالي، شفنا فرص، شفنا جمله اتعملت بين عبد القادر وشادي حسين، شفنا انفراد لقفشة وحسين الشحات. انا استغربت ازاي قفشة ما يخلصهاش، هو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، لازم يبقى عندك انانيه، لازم يبقى انت طماع. انا هنا قفشة رايح للجون وش للجون ومش معايا حد والمسافه كبيره جدا، ليه بلعبها؟ ليه بلعبها لحسين الشحات؟ ما انا اخلص واجيب جون سهله جدا. في واحده ثانيه لشادي حسين، فالنادي الاهلي عمل شوط جيد جدا 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 في الشوط الثاني، لكن المشكله الازليه اللي موجوده وبقى لها فتره كبيره جدا هنا لازم النادي الاهلي يشوف له حل فيها، وهي اهدار الفرص، اهدار فرص بشكل مبالغ فيه. فعلى ما اعتقد النادي الاهلي الشوط الثاني شوط جيد جدا جدا اداء واستحواذا ويعني انتشارا داخل الملعب وضغط عالي ووصول للمرمى. إذن هي ليست هزيمه مستوى ولكن هزيمه قرارات وتصرفات وسوء اتخاذ القرار بالشكل المناسب. يعني مثلا كابتن عماد متعب بحس المهاجم بيقول لك خليك اناني كان ممكن تلعبها وتشوطها، لكن هو ده قراره اللي هو خاف من المسؤوليه شويه او حب يضمنها اكتر يحطها لواحد اكثر مواجه، بس ما تنفذتش بالطريقه اللي تخلي الموضوع سهل. انما الرغبه انه يخلصوا كانت موجوده، يعني عشان كده بقول فارق بان انا اقول لهم الحميه والدلع وفارق انك انت ما خدتش القرار المناسب. تشتغل صح وبتوصل. لا بتوصل بس ما خدتش القرار المناسب لاسباب عديده، دي تدرس بقى. لان اللعيبه دي كانت بتجيب جوان من انصاف الفرص، جوان من انصاف الفرص. يعني كل كور اللي كان قفشه دي بيحطها من بره ال 18 اللي بيلفها كده دي بتطلع يا جنب العارضه فوق العارضه،
كتير منها لبس في الجول. عايز نقعد احنا اكتر ناس اللعيبه كل واحد عارف نفسه مشكلته فين، ومفيش مانع ابدا نتكلم مع الاجهزه الفنيه تساعده. وقلنا 100 مره يا جماعه ان محتاجين ناس لايف كوتش وتالنت كوتش وناس تبقى يعني في حاجات في كره القدم بره بتساعد الشخص والرياضه بشكل عام انه يبقى بيتصرف صح ويعمل اللي عليه، بحيث انه بعد خدت بالاسباب تسيب امرك على الله بعد كده. انا مستوى الاهلي مش مقلقني، اللي قلقني انك تعمل اللي عليك وما تقدرش تكسب، واخد بالك؟ فباذن الله خلي بالك كمان الماتشات الكبيره بتبقى اسهل من الماتشات دي، وده ماتش كبير على فكره طبعا. يعني ما اقدرش اقول كان في يعني رعونة لا يعني استهانة لا، انك انت بتلعبني بساتر دفاع ومسافات وما عندكش، لا كنت بتهاجمني وانا بهاجمك. انت ميال للدفاع اكتر، لكن وانت ميال للدفاع كان عندك ثغرات كتيره في الدفاع، كان لعيبه بتنفرد وانا وصلت وصنعت بالظبط. يعني كره قفشه دي ما هو مستلمها لوحده لو جت مع وروش او ما كانش وصل له بالبوكس يجوز كان يقدر يحطها. اللي جاي باذن الله يعوض اللي فات ده، وعايزين نتفائل كده ونثق في نفسنا ما نتهزش بسهوله، لان ده هو اللي يسهل الامور على المنافس. بصوا يا جماعه، اللعيبه دي كانت محتاجه الثقه، وكانت كل مشاكلها من الفتره بعيده انه الضغط العصبي عليها شديد جدا كان مهرب الثقه منها. لما فاقوا بقت عندهم ثقه الماتشين اللي فاتوا، الناس حست بده وحست بالسعاده بتاعه الفريق وحست بان الفريق، فبالتالي هو ده المهم، المزيد من الدعم. احنا بنتعامل مع، انا لاحظت ان المهندس عادل هو بيقول لك هي هزيمه، احنا بنتعامل مع المباراه ان هي هزيمه، يعني من كتر ما انت متضايق على ان انت فقدت نقطتين. انا بستخدم ازاي بقينا بنستخدم لفظ ان انت اتهزمت مش اتعادلت، انت اتعادلت مع المصري، والتعادل مع المصري مش من النتائج المستبعده في مواسم كتيره جدا في الدوري، لكن الناس قلقها الحقيقي اللي احنا لازم نتفهمه الباد هيستوري اللي فات، التاريخ السيء، هو ده اللي راعبنا، ان انت السنتين اللي فاتوا حصل لك ده، شبح الظلم والتحامل اللي ما زالت ظلاله موجوده وبترجع بالزبط. فناخد بالنا كلعيبه وكجمهور، كجمهور ان احنا ما نضيعش الثقه عند لعيبتنا، وفي نفس الوقت اللعيبه مزيد من التركيز والحرص في الفرص. الماتشات اللي زي كده لما بتسجل بدري بتلعب احسن كوره واجمل كوره، وشفنا كتير كده، التسجيل المبكر بيقتل المباراه وبيريح اعصابك ويديك فرصه ان انت تقدر تلعب كوره حلوه. تفتكر التاخر بتاع ايه؟ والله ما بيريح اعصابنا غير الصفاره وانت كسبان. معلش بس جون في الثاني في الثالث صدقوني. يا سلام. اصل انت بتعمل ده. انت بتعمل ده وبتوصل لفرص. انا لا اؤمن بفكره اصل عندي سوء بخت وما عنديش حظ، لا، انت عندك قرار سليم هتسجل ان شاء الله. هنشوف بقى مستر مارسيل كولر بعد المباراه كان رايه في المؤتمر الصحفي. ما لعبناش الشوط الاولاني كويس. Dafür dann eine gute zweite. لكن الشوط الثاني كنا احسن كتير. Mit 100% Torschancen. مع فرص محققه بنسبه 100%. Das Problem ist, dass wir heute keine Tore geschossen haben. مشكلتنا النهارده ان احنا ما عرفناش نجيب اجوان. Sonst hätten wir sicher in der zweiten Halbzeit hätten wir das verdient gehabt. Da haben wir dominiert, haben das Spiel bestimmt. احنا استحقينا بالتاكيد استحقينا الشوط الثاني ان احنا نكسب المباراه دي، سيطرنا عليها بالكامل، خلقنا فرص، ضيعنا فرص. Und mussten defensiv nicht mehr viel zulassen. وما سبناش اي فرص علينا في الشوط الثاني. يا aber schlussendlich muss man Tore schießen, um das Spiel gewinnen zu können. في النهايه عشان تكسب ماتش كره قدم لازم ان انت تجيب اجوان. Drei sehr gute wo man Tor machen muss und das haben wir heute nicht erreicht, darum ist nur ein Unentschieden. خلقنا فرص كتير جدا، ضيعنا فرص كتير، منهم ثلاثه ما ينفعش يضيعوا، ده اللي حصل وعشان كده تعادلنا للاسف. فاهم؟ تزهرت لك.
dass du dann zwei Punkte dann verloren hast. Und trotzdem bist du dann an der ersten Platz. Nächste Woche dann hat er ein Spiel dann im Pokal und dann hast du ein Spiel dann gegen Zamalek. So im großen Teil dann wird das Spiel nach dem Spiel Derby gegen Zamalek wird vieles in der Meisterschaft entschieden. Die Fans von Ahli wollen dann über den Club WM hören, ob sie beruhigt sein sollen oder wie die Vorbereitungen so sind. Ja, also wir denken noch nicht an die Club WM, weil wir eben jetzt noch Halbfinale spielen im Pokal und Cup. أنا ما بفكرش خالص في كأس العالم للأندية لأن الماتش اللي جاي عندي ماتش قبل نهائي الكأس و Das, die Fragen sollen nur über die, das Spiel sein und nicht über etwas an, außerhalb des Spiels sein. Ja, dann musst du die Fragen mal stellen. Dann musst du das voranfahren sagen. Dann, dann soll jemand dann über die. Wann wird Kharaba teilnehmen? Nur im Spiel. Man muss dann nur Fragen zum Spiel, etwas zum Spiel. Nein, danke. طيب هو بيتكلم ان ما لعبناش من رايه في رايه بالشكل الواجب الشوط الاولاني، لكن الشوط الثاني لعبنا وحققنا فرص وحققنا اسلوب ضاغط وحققنا سيطره وكان ينبغي ان احنا نفوز. ويعني طبعا لسان حالي بيقول طب وانا يعني معلش هنعوض باذن الله، لان زي ما بقول لكم الفريق اللي قادر ينفذ ويعمل تغييرات مؤثره وخصوصا لسه الصفقات الجديده برضو لما هتخش في الجو هتساعد اكتر. وبعدين قال نقطه مهمه يا استاذ ابراهيم، انه ما حدش يقعد يسالني على كاس العالم، انا عندي ماتشات لازم اركز فيها. عندي ماتش سموحه اهم مباراه، سموحه ده كاس اهم مباراه دلوقتي، اهم مباراه لانها نوك اوت يعني يا تكمل يا ما تكملش. وسموحه داخل منتعش. فانت يعني ازاء تحديات باذن الله. عايزين نكملها بشكل واجب، وبعدين لكل حدث حديث. انا متفائل ومش عايز نغمه الضحك يا استاذ مريم، احنا كنا بنبقى متاخرين وعندنا ثقه ان احنا هنتجاوز، بس الدنيا كانت طبيعيه اكتر من شو من دلوقتي شويه. طيب حسب احصائيات بقى المحلل الموهوب المتميز الدكتور احمد ثابت، النهارده الاستحواذ في مباراه الاهلي 66 والمصري 34، التمريرات 459 تمريره سليمه من اصل 557، المصري 205 سليمه من 291 تمريره، المحاولات على المرمى الاهلي 16 المصري 4، المحاولات الصحيحه 3-3. في الالتحامات الثنائيه فاز الاهلي في 49 مره والمصري في 45 مره. الاهلي له 9 كورنر والمصري له 5، الكرات العرضيه الاهلي له 9 والمصري ملوش ولا عرضيه. دي احصائيات هذه المباراه، الاهلي سيطر استحوذ صنع يعني إيه هدد لكن يعني تسديدات ايه اللي يعني اون تارجت يعني على الثلاث خشبات؟ اللي بين الثلاث خشبات؟ ايوه شفنا ده اللي حصل، لكن ضاعت الفرصة وضاعت نقطتين، لكن لسه كتير جدا جدا الفارق فضل عند 5 نقاط زي ما هو، لأنه ده كان أسبوع تعادلات وراك بيراميد بأربع نقاط، فارق 4 نقاط، ده الفارق ده الفارق مع الزمالك، لكن الفارق مع فيوتشر 4 نقاط فقط. نطلع لفاصل وبعد الفاصل كلام مهم. اهلا بحضراتكم من جديد. ما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي جمهوره بيعتبر التعادل حتى لو كان من فريق كبير منافس له تاريخ في المسابقه هو فشل، لان الاهلي فعلا ربى جمهوره وعود جمهوره على المكسب دايما. عشان كده هتفضل روح الفانيلا الحمراء هي اللي مطلوبه في كل العصور. ده كان الكلام المهم جدا بعظمه لسانه، لكن هناك كلام كثير في الغربال، درس فرنساوي بس مين يترجم؟ هي دي المشكلة، ما اظنش ابدا الترجمة هتوصل.
صدقوني مش هتوصل. عشان كده هنفضل على هذا القدر من التراجع والانهيار الرياضي اللي موجود. قصة يا جماعة في الدرس الفرنساوي، رئيس اتحاد الكرة في فرنسا، وده راجل كبير في السن مش صغير، رئيس الاتحاد الفرنسي. احكي لكم الاول ايه اللي حصل. ده رئيس الاتحاد الفرنسي، الراجل بيسألوه في مونت كارلو على هتجدد لديشام المدير الفني لمنتخب فرنسا ولا لا؟ قال لك اه هنجدد له. طيب زين الدين زيدان كان بيقول انه ممكن يتولى تدريب منتخب فرنسا، قال لهم لا 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 لا. وبان في كلامه في نوع من الاساءه لزيدان، لكنه ما عارفين اقصى اساءه قالها ايه. قال له طب ايه رايك ان زيدان بيقول لك انه هو مرشح لتدريب البرازيل؟ فقال لك ايه وايه يعني؟ ده لا يعنيني. طب ولو قال لك لا حتى لو كلمني مش هرد عليه. حتى لو كلمني هي دي بقى مش هرد عليه. هي دي. فبان الكلام فيه نوع من الجليطه شخصنه، لا الجليطه في اساءه حق زيدان. لا واخد منه موقف واضح. بس هو الـ 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 الغضب مش على الموقف، الغضب على انت ازاي بتتكلم على اسطوره الكره الفرنسيه بالتهكم وتقليل القيمه ديت. فرنسا اتقلبت. اتقلبت بالمعنى الحرفي. لانه عايز اقول لكم انه حجم ردود الافعال بشكل عنيف جدا. كيليان امبابي نجم فرنسا راح كاتب تويته بيتضامن مع زيدان وبيقول له كلامك في حق زيزو غير مطلوب غير مقبول. تاني يوم للتصريحات بتاعه الراجل ده رئيس الاتحاد في مونت كارلو كان عنوان جريده لوكيب وهي اوسع الصحف انتشارا منشطتها كلمه واحده غير مقبوله على تصريحات رئيس الاتحاد. خدوا بقى في ردود الفعل العنيفة جدا ضد رئيس الاتحاد لمجرد الإساءة للناس، الراجل اللي معتبرينه فعلا وهو كده أسطورة فرنسا. وزيرة الرياضة الفرنسية عملت تصريحات قالت تعليق رئيس اتحاد الكورة بحق زيزو فيها قدر كبير من الحماقة ومن فضلك اعتذر بسرعة. دي رئيس وزيرة الرياضة، شوفوا غضبانة على الأسطورة زين الدين زيدان ازاي. الراجل ده حس انه اتورط فعلا، عمل تصريح وبيان قال جملة تقريبا هو رفع الراية البيضاء، قال لك أدركت كم كانت تصريحاتي حمقاء. طيب في ايه بقى أحسن من كده؟ كفاية؟ لا مش كفاية. أدركت كم كانت تصريحاتي حمقاء وبيعتذر لزيدان. اعتذاره واعترافه بنفسه ووصف تصريحاته السابقه بان قد ايه كانت حمقاء ومخزيه، الناس قالت لك لا مش كفايه. يجتمع الاتحاد الفرنسي اللجنه التنفيذيه والتاديبيه فيه امبارح وتقرر اقاله رئيس الاتحاد. طيب النموذج ده بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ايه؟ هرجع لك بقى تصريحاته المسيئة اللي ما تجيش واحد على 100,000 من اللي بيحصل عندنا. ايوه. ومرة واحدة حصلت واعتذر عنها ووصف نفسه بالحماقة. زين الدين زيدان عمل ايه؟ ولا نطق. تعفف، سكت، كسب احترام الناس، محدش قال له انت ضعيف. لا. محدش قال له انت كيوت. محدش قال له طريقتك دي مش هتجيب لك حقك. ليه ما تقالش الكلام ده؟ لان جاله حقه. جاله حقه. فمش محتاج انه صوته يعلى ولا يبلطج. لا هو جاله حقه. فطالما ان المعيار بتاع المسؤول كده ان المجتمع يقظ، يبقى اللي زي زيدان مش محتاجين لا صوت عالي ولا يخلقوا حاله من التوتر ولا الفوضى ولا يحرضوا الناس ولا. هو ده اللي حافظ على الروح الرياضيه، السلوك الفوقي بتاع رئيس اتحاد اساء اعتذر بامر من وزيره الشباب اللي اتهزت من هول الحماقه والتصريح. انما احنا بناخد ايه؟ ده احنا طول النهار يا راجل، طول النهار والليل في
اساءات وتجريح للي ليك فيه واللي مالكش فيه. يا طالب الامر وصل الامر النهارده ان جمهورك بيطالبك ان ترد بالمثل لانك ما بتاخدش حقك. طب لو انت بتاخد حقك بالشياكه دي كان كل الناس هتقول لك ايه؟ لازم اهو هو ده التصرف السليم. لما التصرف السليم يبقى هو التصرف الغلط، يبقى الخطا فين؟ في الشخص ولا في المناخ؟ لما التصرف السليم يبقى هو تصرف الخطا، يبقى الشخص في المناخ. لان القدوه الرياضيه مش عارفه تمنع الفوضى دي، مش عارفه تدي الحقوق لاصحابها. لكن لو كان انتفض احد على اللي بيحصل من تجاوزات في حق الرموز الرياضيه، الرموز الرياضيه مش الخطيب بس، كان الناس عرفت ان مش هتتكرر. هتتكرر ليه؟ اذا كان يعني في مجتمع يقظ بيدافع عن قيمه، هو بيدافع عن رموزه واساطيره، هي عايزه صدق مع النفس. يا استاذ ابراهيم مش عايزه تصليح، مفيش حاجه اسمها عديها. دي امور الاخلاقيه ما تتزقش بالعصايه، يعني ما تروحش لغيري يحلها. لا، الامور دي بتؤثر على سلوك اجيال صاعده. في ناس عندها قناعه شايفه ان اداره الاهلي ضعيفه لانها ما بتعملش كده، والنغمه بتتصاعد. والامتى انت تقدر لو انت متربي كده تتحمل هذا الضغط؟ في جزء من اللي بيتكلم ده متربص ومغرض، لكن في انسياق ورا الحمله دي. تعرف الكاتب الصحفي اللبناني الكبير استاذ علي الزين كتب تويته في سياق اللي حصل ده، قال خطأ وحيد ارتكب بحق زين الدين زيدان قامت الدنيا على اثره ولم تقعد، وهذا حق العظماء. هذا حق العظماء، والعظيم هو صاحب القيمة عند الناس. العظيم والأسطورة هو صاحب القيمة عند الناس، هو من يحظى بتقدير الناس، هو من ينال حب الناس. هو انت هنا لما بتتدخل بتحافظ على مشاعر الناس اللي بيسكنها هذا القيمة او هذه الأسطورة او هذا الشخص او هذا النجم. انت بتحافظ على مشاعر الناس، مش فقط بتحافظ على قيمة الأسطورة وقيمة النجم. هو ليه انت كمان بيقول علي الزين بالمقابل هناك أسطورة تشتم كل يوم دون ان يحرك احد ساكنا. هو ده اللي بقوله. هو انت ليه أسطورة؟ لانك قدوة ومثل جيد. صحيح. لما بيجي بيليه بيتقال عليه أسطورة، لما بيجي سيرة مارادونا بيقول لاعب أسطورة. على فكرة ديشامب بص نفسه. بقى بص ديشامب نفسه اللي هو قال لك تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي غير لائقة واحترم زيدان. بصوا النبي، المجتمعات الناضجة المحترمة اللي بتحافظ على نجومها فبالتالي بتحافظ على قيامها، ده اللي الناس بتقول له على فكرة ياخد مكانه. حفاظك على الأسطورة والنجم، الناس لازم تعرف ديشامب ده مين اللي كان الكلام عليه، انت هتجدد له ولا هتجيب زيدان؟ فطلع قال لك لا انا بحترم زيدان، وتصريحات رئيس الاتحاد بشأنه غير مقبولة. الزميل محمد شبانة اتكلم على اللي حصل وقال لك ايه اللي حصل في فرنسا قياسا على الامور اللي بتحصل هنا. نشوف شبانة. في فرنسا رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم صحفي بيسأل رئيس الاتحاد بيقول له يعني زين الدين زيدان هيدرب البرازيل، كان في كلام انه هيدرب فرنسا بعد كاس العالم يعني. فرد عليه قال له انا مش مهتم يمرن البرازيل، يعني مش مهتم يعني. ده بول جريت اللي هو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يعني. قال له وبيقول يعني للصحافة انه يروح مطرح ما هو عايز، عايز يروح البرازيل يروح يمرن اي حاجة، انا بالعافية بالعافية بأؤمن بقدراته يعني. مجرد التصريحات قللت من شأن زين الدين زيدان، عملت هناك في فرنسا حدوته ضخمه جدا جدا جدا، ووزيره الرياضه الفرنسيه هاجت جدا وعملت تصريحات عنيفه جدا على رئيس الاتحاد الفرنسي. نادي ريال مدريد عمل بيان رسمي وادان فيه تصريحات الاتحاد الفرنسي، وبيعتبر زيدان ريال مدريد بيعتبر زين الدين زيدان من رموزه. وكل الضغوط دي خلت رئيس الاتحاد الفرنسي يتراجع فورا بشكل في اعتذار شديد وعمل بيان رسمي.
الراجل تراجع جدا عن تصريحاته. ده خلى المحلل علي الزين المحلل بتاع بي ان سبورت يعمل تصريح انا شايفه مهم جدا. شوف علي زين قال ايه. خطأ وحيد ارتكب بحق زين الدين زيدان، قامت الدنيا على اثره ولم تقعد، وهذا حق العظماء او الاساطير، عشان لما بعد اقول اساطير في ناس بتزعل او ناس بتتكاد يعني. كمل علي زين او علي الزين وقال بالمقابل هناك اسطورة تشتم كل يوم دون ان يحرك احد ساكنا. يا ترى يقصد مين؟ مين الاسطورة في العالم ده؟ اساطير العالم مش كتير، وكل منطقة لها اسطورتها ولها اساطيرها، وكل قارة لها اساطيرها، وكل دولة لها اساطيرها في كرة القدم، كل اتحاد له اساطيره. يا ترى يقصد مين؟ طيب هناخد ميدو بالمرة ونعلق في كلمة ونص. لا للاسف مفيش وقت للأسف. مفيش. طب نعلق بسرعة. كلمة ونص اتفضل. ها هنا مربط الفرس وموطن الخطر. ايوه احنا ما بقيناش ننزعج من السلبيات اللي على هذا المستوى، احنا ما بقيناش بنحترم القيم الجميله والشخصيات المهذبه، احنا بنقول لهم لا مالكوش دور في الزمن ده، احنا بنصف التعفف ضعف، وبنصف التجرؤ قوه، ونصف جبروت، مع ان لا ده ضعف ان القوه في التعفف والعكس صحيح، ولكن الذي يمسك ميزان المحاسبه في شأن الرياضه لا يؤكد على هذه القيمه وعلى هذا المعنى. متى تريدون منا ان نتقدم في اي مجال رياضي واحنا مش عارفين نضبط السلوك؟ طول ما في حد بره الحساب مفيش حساب. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الاثنين القادم ان شاء الله.